السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بجلاله وكماله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع آخر له ارتباط بالحياة الأسرية وله علاقة بالمشاكل النفسية، نقوم بطرحه والبحث عن حيثياته، ثم نتعاون جميعا على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل. موضوعنا اليوم هو العزوبية. سؤال أطرحه على مسامعكم، ما هو الأجمل، هل الزواج أم العزوبية؟ أكيد أن الكثير يحن إلى العزوبية بعد أن تزوج لمدة سنوات طوال، وهو الآن يحن بين الفينة والأخرى إلى تلك الأيام الخوالي. بغينا اليوم نتكلم على هذه الظاهرة، ظاهرة العزوبية أو النفور من الزواج اللي كاين عند الرجال وحتى عند النساء، وأيضا دوك المتزوجين وخا أنه متزوج مرة يحن إلى أيام العزوبية. دراسات اجتماعية كثيرة تؤكد بأن العزوبية هذه واحد ظاهرة آخذة في الارتفاع في كل البلاد، حتى في الدول المتقدمة وأيضا في الاقتصاديات الناشئة، تلقوا بأن عدد العزاب والعازبات يتضاعفون باستمرار. مثلا المجتمع الأمريكي اللي معروف بأنه مجتمع ديال الاستهلاك وديال الإنتاج، بعض الدراسات بينت بأن حوالي نصف البالغين هم غير متزوجين، وأن ما يقرب 15% من السكان الواحد كيعيش بوحده، ديال أبارتمون فيها لا ماشينا لافي، كياكل على برا وساكن بوحده. بل لقاو في بعض الدول الأخرى اللي قريبة من أمريكا بحال البرازيل مثلا، لقاو بأن العزوبية أكثر من الضعف في المجتمع، وعرفوها من خلال الوجبات الطعام الجاهزة. ارتفعت المبيعات السنوية ديال وجبات الطعام الجاهزة، لأن الإنسان ما بقاش كيطيب في دارو، كياكل ساندويتش على برا وغادي في مسار الحياة يعيش لوحده. اليابان اللي هي دولة متقدمة ودولة صناعية بل تقنية مبهرة، لقوا بأن عدد كبير ديال النساء ديالها كيرفضوا الزواج، كيفضلوا أنهم يخدموا مادام الخدمة موجودة والفلوس كثيرة، لما يقيدن أنفسهن بقيود الزواج، هما عندهم الحرية. بل هذه الظاهرة ديال العزوبية حسب المتتبعين والمستقرئين تبدو أكثر إثارة للقلق، خصوصا في الصين وفي الهند. هذه الظاهرة أصبحت عالمية. إذا مشينا للدول العربية وكذلك الدول الإسلامية غادي يلقوا هذه الظاهرة غادية في تصاعد مستمر. حتى في إيران، إيران اللي كتاخذ واحد الصبغة إسلامية، لقوا بأنها الظاهرة غادية في ارتفاع شديد. بدأوا النساء كيفضلوا أنهم يكملوا العلم ديالهم والدراسات العليا على الزواج، وكاين بعض النساء لقوهم كيلبسوا الخواتيم ديال الزفاف، خاتم الزواج، وهميا باش تحاول ما أمكن تبين بأنها مزوجة، وكتحاول من خلال العمل ديالها تأمن سكن انفرادي، ما بقاش ذاك السكن العائلي الكبير الممتد ديال الأسرة النووية اللي فيها الجد والجدة وفيها الأب والأم
وفيها الاحفاد وفيها ولاد الاعمام ولاد الاخوال. غادي السكن غادي كيضيق من السكن المتسع الى السكن الاقتصادي او الاجتماعي الى السكن الانفرادي، وهذا امر خطير جدا. هذه العزوبيه الى بقات غادي في تصاعد غتؤدي الى سلبيات كثيره وكثيره جدا. اليوم مجموعه من الحكومات في العالم كتسعى الى وقف مد هذه العزوبيه، لان الاسره المؤلفه من عده اشخاص من ام واب واولاد كتكون اسره سعيده وكتساهم في استقرار المجتمع وكتساهم في اقتصاد المجتمع وكتساهم في تطور الديمقراطي لهذا المجتمع. لكن إذا كان هذا المجتمع فيه مجموعة من الناس عزاب يعيشون في سكن انفرادي، يأكلون وجبات جاهزة تباع على الطرقات، غادي يكون مجتمع في خطر، لأن الهرم التسكاني غادي يعرف تشوه خطير. بل من غير العزوبية كنلقاو البعض الآخر حتى لو تزوج ما بغوش يولدوا أصلا، كي يوقفوا الإنجاب أو أن الإنجاب ديالهم قليل جدا، واحد أو جوج. وهذا أيضا يزيد من عبء ديال الدوال والحكومات وكيؤدي إلى شيخوخة السكان. من هنا كنلقاو مجموعة من الناس في دول متعددة كيسعاو إلى طرح بدائل جديدة، خصوصا كيحاولوا يبينوا بأن هناك فوائد نفسية وصحية للعلاقات الأسرية المستقرة. كي الناس كيديروا علاقة رومانسية عاطفية ولكن ماشي داخل الأسرة، كيديروها على انفراد، بغض النظر بأن هذا أمر حرام في الدين وأنه فاحشة وأنه كذا وأنه كذا. على المستوى الاجتماعي كيبين بأن هذه العلاقات العاطفية والرومانسية خارج دائرة الأسرة كتؤدي إلى بوار المجتمع وإلى خلل عظيم في المجتمع. ثم ذاك الإنسان عمره ما كيكون سوي، هذاك الإنسان اللي كيدير علاقات عاطفية ورومانسية خارج دائرة الأسرة كيكون إنسان مريض نفسيا وربما يصاب بأمراض صحية، ثم أنه يساهم في إيجاد مجتمع غير مستقر. الدول في العالم كله انتبهت إلى هذه الأمور ودقت ناقوس الخطر، ولقينا مجموعة من المبادرات الاجتماعية كتقوم بها الدول. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندهم مشكل ديال العزوبة، كنلقاو الإدارة ديال الرئيس أوباما دات واحد المشروع عظيم سمته تمويل مبادرة الزواج الصحي. هذا المشروع هو برنامج لتشجيع الأبوين الغير المتزوجين على الارتباط. جوج الناس رجل ومرأة ارتبطوا لكن ماشي في مؤسسة الزواج، ارتبطوا كصديقين، صديق وصديقة، كيتسمى هذا الزواج فريند. زواج فريند كيتلقى الشاب مع الشابة إما في الجامعة أو إما في أي عمل من الأعمال، وكيتلقوا بعضياتهم وكيكريوا شقة وكيتلقوا كأنهم زوجين، كل واحد عنده العالم ديالو، ما عندهم لا وثيقة ما عندهم لا نية الزواج. ثم بعد ذلك كيجيو الوليدات وكيبقى الولد ربما أو البنت عنده مشكل كبير في الوضعية ديالو. الدولة ما عندهاش مشكل في الحرام والحلال، وإنما قالت بأنها الظاهرة إذا بقات مستمرة غتخلق لنا مجتمع متهالك، مجتمع منقسم. فبدات الإدارة ديال الرئيس أوباما كدير هاد المشروع الكبير مبادرة الزواج الصحي، كتشجع كل رجل ومرأة عندهم علاقة عاطفية أو رومانسية غير مستقرة بعيد عن عالم الأسرة، كتشجعهم أنهم يرتبطوا إما في الكنيسة بطريقة دينية وإما كارتباط في المحاكم المدنية. وعطت واحد التكلفة ديال الميزانية بملايين الدولارات، ملايين الدولارات بل مئات الملايين ديال الدولارات باش تحيد هذه الظاهرة. بل في بعض الدول العربية اللي بحكم
التأثير مع الغرب. دابا كاين واحد التأثير كبير في الحضارات. العالم اليوم ما بقاش قرية صغيرة، العالم اليوم ولا بيسي ولا بورتابل صغير، ولا التأثير مباشر ينتقل من دولة إلى دولة. كنلقاو مثلا في دولة عربية إسلامية بحال الإمارات العربية المتحدة، كنلقاو حتى هي بدات كتستشعر بأن الشباب ديالها ما بقوش كيتزوجوا والشابات كيضيعوا، فبداو كيفكروا في شي حل معين. قامت الدولة ودارت واحد الصندوق مهم فيه كذلك ملايين الدولارات، وجعلتها كمنحة لكل شاب تشجعه على أن يتزوج. كتجمع مجموعة شباب اللي هما في سن الزواج، كتعطيهم المال، كتعطيهم التسهيلات تاع السكن، كتعطيهم كل الاحتياجات، وكتزاوج فيهم باش أنهم يتزوجوا. ومن اللي كيعقدوا القران كتقوم هذه الدولة بتنظيم حفلات زفاف جماعية، وهنا كينتشروا هؤلاء الشباب وهؤلاء الأزواج في هذه الحياة على أساس أنهم يحظوا بنوع من الاستقرار في زواجهم. والدولة وضعت واحد المجلة غريبة اسمها المجلة العاطفة. المجلة العاطفة هي أن الإنسان تما كيقلب على شريك عمره نصفه الثاني، الفتيات اللي كيقلبوا على الزواج كيديروا الصور ديالهم، كيديروا المعلومات، والشباب كذلك. ثم كتكون لجنة مشتركة كتلقي فيما بينهم وكيوقع هذا الزواج. هذا الشيء هذا ماشي جديد، هذا الشيء قديم كان في التاريخ، لأن في التاريخ دازت مراحل معينة كانوا الناس ما كيتزوجوش أو يضربون على الزواج أو يزهدون، إما لكان فقر وإما لكانت حرية زائدة. حرية زائدة لاش هو غيتزوج وغادي يقهر نفسه بهاد القوانين وبهاد التشريعات وبهاد التكاليف، لما لا يبقى حرا؟ وفعلا بقاو مجموعة ديال الناس في دول متعددة. مثلا منذ القديم كاين في روما كانت هناك واحد الظاهرة غريبة، أكثر من ثلثي ديال المجتمع بقاو بلا زواج، ثلث هو اللي كينتج الأولاد والثلثين عايشين في الحرية المطلقة. كانت أنذاك الناس ما كانش عندهم القمع في الشؤون الاجتماعية. قد يكون هناك قمع على المستوى النظام السياسي، ولكن على مستوى الحياة الاجتماعية كاين حرية مطلقة. فبقوا الناس كيزهدوا في الزواج، ومن بعد انتبهت الدولة أو الإمبراطورية العظمى في روما بأن المجتمع غادي في الانهيار. وكان أنذاك الإمبراطور أغسطين قام بفرض ضريبة على العزوبية، أي واحد وصل سن الزواج وما تزوجش كيخلص ضريبة. وهنا بدأوا الناس كيسعوا أنه يتزوجوا، فواجه فيضا من الخطوبات، وبدأوا الناس كيتقدموا للزواج حتى في النساء دون السن القانونية. هذا ما يتعلق بنظام العالم وبوضعية مجموعة من الدول، ذكرنا الصين والهند والأمريكا والبرازيل وغيرها، وكذلك دول عربية كالإمارات العربية المتحدة وإيران. لكن عن مغربنا أيضا بدينا كنسمعوا بأن هالظاهرة أيضا ولت مقلقة ومخيفة. لا بد أن الجهات المسؤولة تفكر في إيجاد صيغ معينة لتشجيع الشباب عن الزواج، تشجعهم للزواج، إما بأن تقدم تسهيلات في اقتناء السكن، وإما بإعطاء مساعدات لمن أراد أن يتزوج. فهذه الظاهرة ولت مقلقة في مجتمعاتنا. كنسمع في بعض المكالمات الهاتفية التي ترد علينا في البرنامج، عائلة مكونة من 5 بنات أو 7 بنات وباقي مازال ما تزوجوش، في حين كنلقاو الشباب في الشوارع وعلى الطرقات وعلى المقاهي كتلقى باغي يتزوج، كيفكر اليوم وغدا، لكن كيخاف واش من المدونة، واش كيخاف من غلاء الأسعار، واش كيخاف من الفاتورة ديال الماء والكهرباء التي أصبحت مقلقة، واش كيخاف من مشكل السكن اللي أصبحت الثمن ديالو جد باهظ، أو كيخاف بأن غادي يتزوج وملي غيكبر يحصل على التقاعد وما غيتخلص شيء.
هذه كلها مجموعة علامات استفهام خطيرة كتخلي الشباب كيتخلع. والبعض الآخر ربما كيسمع غير اش كيوقع في المجتمع من صراعات ما بين الزوج والزوجة والحمات، وهنا كيبدا يتخوف هذا الإنسان وكيشعر بأنه إلا مشى تتزوج أكيد غادي يصادف مشاكل كثيرة. كاينه قضية أخرى أحببنا أن نثيرها، وهو بعض المتزوجين هو مزوج الآن ولكنه كيجلس مع راسه ويحن إلى أيام العزوبية، تراوده الأفكار ديال أيام زمان لما كان شابا يعيش مع عائلته وكان ما عنده مسؤوليات. كذلك زوجات منهن ربما يحن إلى أيام العزوبية أيام زمان. هذه إشكالية نفسية كثيرة ومتعددة، لكن الزمان يسير إلى الأمام لا يرجع إلى الوراء. وصدق من قال: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل بي المشيب. أيها الأحباب الكرام، لن أطيل عليكم بل سأفتح الخطوط لكم من أجل أن تشاركونا هذا الموضوع ديال اليوم اللي هو موضوع الحنين إلى العزوبية. والسؤال الذي نطرحه: أش كتفضلوا؟ واش الحياة ديال العزوبية أم حياة الزواج والاستقرار؟ طبعا الكلام طويل، ولكن يبدو بأن هذه الدنيا غريبة في أطوارها وفي أشكالها. بعض الناس كيشعروا بالقلق وبالغربة في هذه الدنيا. أجوا معنا جميع نحكيوا ونحاولوا ما أمكن نفرغوا قلوبنا ونعود نتعاون على أن نقيم خط الزمن مستقيما، وغنشعر إن شاء الله بالراحة وبالطمأنينة وبالتفاؤل وبالخير إلى الأمام. إذا نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر ونستقبل مكالماتكم لنتحدث عن هذه الدنيا. مالها؟ مال هذه الدنيا اللي هو يا مزوج يحن إلى حياة العزوبية، واللي هو يعازب خيف من الزواج؟ كل واحد ربما كيلهي بالهاه. غنتعرفوا على مشاكل الدنيا من خلال مكالماتكم، فهذا البرنامج هو نافذة على الحياة الدنيوية بمشاكلها وآهاتها. معنا اللحظة مكالمات كثيرة، نبدأها من طنجة مع أخينا عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قريبا لا بحليك. حياك الله سعد الفتاح. بخير الحمد ربي ونشكره. سي قريبا تبارك الله، راه فيك الأب وفيك الطبيب النفسي وفيك كل شيء. الله يرفع مقامك السي عبد الفتاح. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك السي عبد الفتاح. راك انت هو ابن المغاربة. استغفر الله اكبر. الله يكبر بك اخويا على كلمة كبيرة هذه اخويا. الله يحفظك مولاي. احنا عباد الله ضعفاء وفقراء تحت الارض، نرجو الله السلامة والعافية والستر. سي قريبان انا في عمري 39 سنة. تبارك الله ما شاء الله. باقي ما مجوز. الله 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 الله. وما نكذبش عليك بحال كنتحصر شوية، كنشوف السن غادي كيجري. أيه خويا راه بحال فصل الربيع، كيفوت فصل الربيع كيجي الخريف وكيجي مورا ربما كتجي الفصول كتجري بسرعة. وما نكذبش عليك كنتحصر صراحة. أيه خويا. وهاد الشابات اليوم أنا معقلية في شكلة سي قريبان. أيه خويا. ما عطاش باغين وما عطاش نو باغين. واش باغي؟ الناس بوساطة تصور سي قريبان. أيه. حنا كنخدموا ب 40000 ولا 36000 كذا يدير بنادم. صعيب الزمن اخويا. ايه صعيب ما شاء الله. حنا دابا وقيلا حتى الظروف تا هي ما ساعدتناش باش نزوجوا سي قريبا. خويا سعد الفتاح سبق لك خطبتي شي مره؟ والو سي قريبا. خايف اخويا؟ خايف وخايف وتا الظروف الماديه ما ساعدتش. دابا 40000 يلاه ما تاكل وتشرب ما تكفيكش. سعد الفتاح لو اننا طلبنا منك تقول لنا ماذا يلزمك لكي تتزوج مثلا غير من باب الخيال، اش كتمنى يكون عندك؟ غنجاوبك سي كريمه. نعم سيدي. هاد الناس الاغنياء ما مساعديناش. نعم. تصور مثلا انا كون خدام غير 3000 درهم ومضمونه مثلا كاين ورقه عارفه سير غنشد 3000 درهم. اييه. ولا نكري هذيك 3000 درهم انا قادر نكري منها. اييه تكرب نص وتاكل نص. تكون رسميه على الاقل بلا ما غير عارفه راسك خدام. اييه خويا. تصور سي كريمه كتخدم مع الناس الاغنياء. نعم. فهو خدمت انا واحد الراجل غني في الدار البيضاء
رمضان الحريره ما كيعطيهاش ليا، كيعطيها لكل شرف الله وقدر المستمعين. ما شاء الله. لا حرم نفسه من الاجر. حرم نفسه من الخير. ما شاء الله. هذول خوتنا المغاربه الاغنياء راه ما كيديروش خير في كريمان. لا ماشي كلهم استاذ فتاح، كاينين الناس اللي ولاد الخير، كاينين الناس الطيبين وما اكثرهم. كاينين في كريمان. يا خويا. نعم كاينين، وما نكذبش عليك في كريمان، دابا انا في العمر ديالي 39 سنه. إيه. ما كنصحابش هاد الناس ديال الخير، ما كيبان لي حتى خير، سوى في الاذاعات وفي الاشهار. اما باش عمر شي واحد في المقاريب كيدير الخير ما كيبانش، ما كاينش قليل. ربما كيديروا سرا، كيتستروا اهل الخير، كيديروا عمل الخير في الستر. كيبغوا ربما الاخلاص مع الله تعالى. والله ما عرفت سي كريبان. وبنقول لك واحد القضيه سي كريبان، هذوك الشابات اللي كيهضروا كيقول لك حنا كاينه غيره وكاينه من طرف الرجال ديالهم. اييه. كيف هاد الرجال ما تكون عندهم غيره دكتور؟ كاين الفساد بزاف. ما شاء الله ما شاء الله. لا سيف هاد الرجال ما يغيروا، سيف في المعامل في المدارس في ما راه ما كاينش. يعني ان المرأة خصها ربما تكون من الناس. نعم راه بحال تقلب على شي معدن ما كاينش، بحال تقلب على اليورانيوم. ما شاء الله. ومع ذلك استاذ فتاح كاين الناس موجودين الحمد لله. نعم سيدي. نعم سيدي عبد الفتاح. اه سيدي كاين سي كريمان. واخويا استاذ فتاح شوف ما تخافش، هي مع ذلك نقول لك ونأكد لك استاذ فتاح ماشي على قبل الإذاعة. قبل ما تقطع الخط. نعم. بغيت تسجل الرقم ديالي عندك الله يجازيك شي نهار هضر معايا. واخا استاذ فتاح. واخا واخا ياك الرقم فيه في الاخر 96 ياك؟ اييه اييه باذن الله تعالى. الله يجزيك خير اخي كريم. واخا استاذ فتاح كنشكرك بزاف على التواصل ديالك وكنحييك على هذه الصراحه فعلا. شوف اخي كريم والله العظيم انا راه الاخ كاين عندي اخ ديالي باقي بلا زواج. صغر منك؟ اكبر مني راه عنده 42 مسكين حتى هو خايف من المشاكل، كاينه مشاكل فعلا. اييه. وكنعرف واحد الفقيه مسكين فقيه تو فقيه قاري القران. اييه. ومسكين راه قريب دابا 60. فايت 50 كيشوف 60 ما شاء الله. وتصور كان جاتو ديال الدكتور كان معاه مسكين كيتاسف شاهد السنوات مشات. لا اله الا الله. عمر ما غيرجعش للوراء. يا خويا غادي للامام. راه حنا دكتور في هذه البلاد غنعيشوا غندوزوا مرور الكرام. يا خويا. غنعيشوا حياه بلا اولاد غادي نعيش غيمون. استاذ فتاح انت كتمنى الحنين انك تكون عندك زوجه وعندك وليدات وليد جي من العمل. اسمع كلمه با امي. امنيتي غنطيح شي دريه تكون درويشه وتقدرني. يا ربي يا كريم. ولكن بشرط تعيش معايا عيش للناس البسطاء. اي تقبل داكشي اللي قسم الله. شوف اسي كريمان. نعم سيدي. الانبياء احسن منا وكانوا كيعيشوا على الحصير. اي يا خويا. وحنا هاد الشابات ما عطاش باغيين، كيتفرجوا في ذوك المسلسلات وداكشي ما عطاش شنو باغيين. عندهم مطالب كثيره. عندهم مطالب كثيره بزاف. وراه هاد الشابات راه خواتاتنا وبناتنا. وخواتاتنا وبناتنا خاصهم العقل، خاصهم يفكروا شويه. حنا ناس بسطاء عايشين معايا على 40000. كنربح 40000. نقسمها انا وياك، العيب عليا انا مشيت خسرتها في شي جهه. اي يا خويا ما قلتي عيب. 40000 ناكلوها انا وياك. ما قلتي عيب اخويا فتح. وهذه هي التصامير الحياه. واستاذ فتح عندك الوالده؟ كاينه الوالده مسكينه. واش كتقول مسكينه؟ بغات تشوف وليداتك. مسكينه بغات تروح لعمليه الجلاله. اييه. الله يجازيك بخير. الله يشافيها. استاذ فتح. عندنا مسكينه من الطينه الاولى، من دوك الناس الاولين. صبارات. صباره مسكينه بقات على الحال من جيتنا، بغاتنا نتزوجوا. الله 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 الله. مفقوسه مسكينه. اه ما بغات تشوف وليداتكم. بغات تشوف وليداتكم. بغات تشوف وليداتها مسكينه. ما شاء الله. ولكن مسكينه ما كتفرقش علينا حنا دوك الناس الاولين دراوش. اييه. اييه. ماشي كريبان. واخويا استاذ فتاح ربي ما يخيبك شيء. ربي ما يخيبك شيء. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتب لك مكاتب الخير. بارك الله فيك سي كريبان. الله يحفظك استاذ فتاح. كنشكروك. بارك انت واحد راجل عزيز علينا. راه الا كانوا الناس كيحبوا، الا كانوا الناس كيحبوا المشاهير. نعم سيدي. كيحبوا المشاهير والفنانه وكريستيانو. انت هو انا كنحبك انت اكثر عزيز علينا. الله يرفع مقامك استاذ فتاح. الله يرفع مقامك مولاي. انا خاصنا امثالك انت اللي كتفاجئ الناس المهمومين وانت اللي كترجع الناس لعقولهم. الله يعزك مولاي. الله يعزك. امثالك ما خاصناش دوك المشاهير. هذوك المشاهير اللي كيجيو يدوا لنا فلوس ما عندنا ما نديروا بهم. لا اله الا الله. حنا خاصنا ناس بحالك وبحال السي الدريبي، ناس اللي يرجعوا لنا العقل لبلاصتهم. ما شاء الله. الله يحفظك استاذ فتاح. شكرا لك اخويا، شكرا لك على هذه المجامله الطيبه. وهذا الصوت اللي سمعناه الان ديال استاذ فتاح هو نافذه على المجتمع، كيف يفكر المواطن البسيط داخل المجتمع ان السنوات تمضي، بغى يدير اسره، بغى يكون مستقر، بغى يدير زوجه، يكونوا عنده وليدات. لكن هل يعقل بان في غلاء الاسعار ممكن ان هذا المواطن يعيش ب 2000 درهم؟
هذا ربما خاصه معجزه كبيره كيف الكراء وفاتوره الماء والكهرباء ومستلزمات العيش. طبعا كاين البركه ولكن لابد من اعاده النظر في الاجور المتدنيه لبعض الفئات الهشه. استاذ فتح ربما قال كلمه على الاغنياء بان ما كيعاونوش، وكنعاود ناكد لي بان كان واحد الفئه كبيره وكبيره من اهل الخير من الاغنياء كيعاونوا، ولكنهم كيديروا داك العمل في الستر، كيبغوا الاخلاص مع الله تعالى. وهذه فرصه كنبغي نقول للاغنياء، ديروا العمل ديالكم في العلانيه، ديروا في الظاهر، لان اللي كيدير شي حاجه ديال السوء كيديرها بالعلانيه، ولما لا اهل الخير يخبيو حتى هما يديروا علانيه باش نعرفوا بان المجتمع ديالنا راه فيه الخير، فيه المبادرات تاع الرحمه. وكنقول سي مفتاح الفتيات ماشي كلهم باغين اللباس ديال الفنانه تاعو اليود او اخر صيحه ديال المكياج او كذا، لا، كاينين فتيات من ديورهم باغين الستره وباغين غير يعيشوا متواضعين. وربي سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه، نطلب الله تعالى ان يجد لكل مشكله حلا باذن الله، يغنينا الله من فضله ويلاقي اهل الخير مع اهل الخير ويجمع الشمل بين الازواج والزوجات. شحال دابا شحال من الاخت كتسمع فينا الان ربما كتمنى لو ان ربي عز وجل يكرمها بشي زوج بحال سعد فتح 2000 درهم هي قانعه، ولكن كيفاش غيتواصلوا وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. الله يجمع بينك وبين نصفك الاخر في القريب العاجل، والله يغنيك من فضله عمن سواه، والله يجعل الوالده ديالك تشافى وتعافى وتفرح بوليداتك وتشوف الحفاده ديالها في القريب العاجل. اللهم امين يا رب يا كريم. غنتحولوا من طنجة الى الدار البيضاء مع اختنا يطو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. اهلا لالا. الله يبارك فيك سيدي، راه شحال هذه وانا كنطلبك ما بغات كاع تشد ليا شي عام هذا. ما شاء الله، سمحي لنا اختي يطو. تشدت ليا. يا مرحبا بك لالا، الله يرفع مقامكم لالا. الله يبارك فيك سيدي، الله يطول في عمرك ويزيد لك في ايامك ويسخر لك في وليداتك. حافظك الله لالا. صحتك وعويناتك. يا ربي يا كريم. راه بغات حتى انا تدعي شويه معايا، راني عيانه مريضه الله ينجيك. لا اله الا الله. راه مريضه انا يعني من زمان، من الفتح الفتح الفتح، ودابا كندير الدياليز. الله 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 الله. فيها هشاشات العظام وفيها البروده الله ينجيك. لا اله الا الله. ادعي معايا يا رب. تعطيني النمره ديالك الله يعطيك الستر، ما كتبغيش تشد ليا هادي. واخا لالا يطو، واخا لالا انا ندوزك ستوندار. وشوف لالا يطو، ما تخافي ما تحزني لالا، هذا المرض واخا طول معك بزاف، ومن عمليه جراحيه الى عمليه جراحيه، وصلتي الان دياليز. عرفي اختي لالا يطو بانك ضيفه الرحمن. راه المريض هو ضيف عند الرحمن، ربي عز وجل ماذا يفعل بعذابنا؟ الله تعالى لو شاء لاعطى لكل منا ما يشاء، ولكنه يتنزه في ملكه، وكل واحد منا كيعطيه، اما كيعطيه العطاء ديال المال والنعيم ليبتليه، او يعطيه المرض والسقم. هذا المرض والسقم الذي يطو ان شاء الله يكون لك بالشفاء العاجل. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمه كان يمرض مرضا شديد، وكانت تأتيه الحمى. سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله كتجي الحمى الشديدة، وكان يتصفد عرقا في الليلة الباردة، الناس عندهم الكز وعندهم البرودة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفد من العرق كيقطر منه السخانة السخانة السخانة، وكانوا يأتون بقربة من الماء البارد وكيكبوها عليه، ومن اللي كيسالي كيبتسم كيقول لهم هذا المرض اللي أعطاني الله تعالى راه به انال الدرجات، حيث وعار بان الدرجات لا منتهى لها، الدرجات تاع الدار الاخره ما فيها منتهى، على قدر ما يفعل الانسان من اعمال البر وعلى قدر ما يصبر عن البلاء يرتفع ويرتفع. فكان يقول مبتسما اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب، حتى يلقى الله وما عليه ذنب. هنيئا لك يا لالا يطو، ان شاء الله تلقي مع الله تعالى طاهره مطهره. هذاك البرا ديال الدياليز اللي كتدقيها وهذوك الفحوصات الطبيه الشاقه اللي كتمر بها، راه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله من خطاياه. هنيئا لك يا لالا يطو، ان شاء الله تعالى تكون الخطايا ديالك كلها طهرت منها نهائيا، ثم الله عز وجل يرفع مقامك الى اعلى مقام. وابشري لالا يطو ان في الدار الاخره
كيخبرنا الله تعالى بأن الناس ملي غيتبعتوا غادي يشعروا واحد القوم غيشعروا بالسعادة وغادي يشعروا بواحد النعيم للعطاء الإلهي. غيقول يا ربي هذا العطاء كثير، حنا ما صلينا كثير، ما صمنا كثير، ما تصدقنا كثير، حنا على قد الحال، كيفاش تستحقين هذا العطاء كله؟ كيقول لهم على صبركم للبلاء، صبركم على البلاء أو صبركم على الأمراض والأسقام. أنا كنت أنظر وأسمع وأنا الذي ابتليتكم وكنت قادر على أن أشفيكم، لكن أردت أن أعطيكم النعيم الذي لا يزول أبدا. وغتلقي إن شاء الله تعالى الألم يزول وينسى، لكن الأجر والثواب يبقى مضاعفة. الله يشفيك للط، نسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة وبالعافية وبتمام العافية، وأن يبدلك الله تعالى دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك وعظما خيرا من عظمك، ويمتعك بتمام الصحة والعافية. بقي معنا للط، ختم الحلقة ندير واحد الدعوة ديال الخير. ليلة الجمعة هذه ليلة طيبة مباركة، والناس كلهم غادي يأمنوا، خصوصا المرضى اللي هما يا ضيوف الرحمن، وربي عز وجل راه كيداوي في الغيب، هناك الدواء في المنام. انت ناعس كتزر رحمة الله فوق السرير، وكتفيق في الصباح بإذن الله مشافا معافى بأمر الله جل علاه. الله يعطيك الصبر على اللي يطب. وانت حولوا من الدار البيضاء إلى إقليم الشاون مع أخينا بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليك الدكتور ديالنا. حياك الله سيدي بلال. كي داير بخير سيدي؟ الله يبارك فيك سيدي بلال. شكرا على الإذاعة الجميلة. الشكر لكم مولاي بلال. السي طيب الله يجازيك بخير، بغيت نسولك على واحد السؤال. يا سيدي. سيدي أنا بغيت نتزوج بواحد السيدة. نعم. لا فهي مطلقة. نعم. فطلقت هذه شهر وشي 10 ايام اللي طلقت. نعم. ويعني جلسة من العد الصغير دابا، وهي جلسة مع في دارهم، يعني كان مخصمة مع الراجل الاول، ومن بعد المهم 6 شهور وهي في الدار ديالهم، يعني صافي اجلوا عيطوا طلقوا هذا وشي شهر وشي 10 ايام ولا 10 ايام. نعم. ومن بعد انا بغيت طلبت الزواج منها. نعم. فاستقبلوني العائله ديالها. نعم. ودابا يمكن لي الاستاذ نضرب معها الكاغط وديك نعمل معها العقد وديك الشيء ولا لا؟ لا حتى تكمل العدة ديالها. دابا هي العدة عندها 3 شهور ديال العدة، خصها تكمل العدة ديالها عاد يوقع البناء. ممكن يكون الخطوبة تعريض بالخطوبة، ما تكونش خطوبة، كيكون تعريض بالخطوبة بحال وعد بأنه غنخطب إن شاء الله تعالى، وكتفهمهم بشكل بأنني راك راغب في الزواج بها، لكن ماشي الآن، لأن لابد من استبراء الرحم. واستبراء الرحم عند المرأة المطلقة 3 أشهر، والمرأة المتوفى عن زوجها 4 أشهر و10. فأنت سيدي بلال ممكن أنك تفتحهم في الموضوع. ممكن السيد طيب الله يجزيك بخير. نعم سيدي. أنا طلبت من الوالدين ديالي من الإيد وعملنا خطوبة. نعم. ولكن دابا كنا عنقروا نضربوا العقد في هذه الأيام. العدول ما غيقبلوش هاي، العدول غيشوف التاريخ ديال الطلاق، غادي يقول لك لابد مرور على الاقل 3 اشهر، لان القضيه مرتبطه بالتاريخ وفي الشرع بان استبراء الرحم ديال المراه المطلقه تتكمل 3 شهور. ممكن تكون دابا خطوبه ويكون وعد بالزواج، وملي تكمل المده القانونيه والشرعيه انا ذاك غنكتبوا العقد ديال الزواج، لان في المحكمه ما غيدوش، وعاد يكون ديك الساعه الدخله ويكون ديك الساعه زواجا طيبا حلالا. والله يبارك لكم سيدي بلال. والله يجازيك بخير السيد الطيب. هي دابا شي 6 شهور وهي في دارهم، فهمتي؟ فهمتك اخويا، بان 6 شهور كانت منفصله عن زوجها، ولكن حتى ما فهمتش اش بغيت تقول. بغيت تقول بان استبراء الرحم اللي هو مطلوب راه هي اصلا كانت بعيده عن زوجها 6 شهور، ماشي 3 شهور. ومع ذلك التطبيق يقول العلماء الفقهاء هو الاعتداد بأبعد الأجلين، يعني أن نعم سيدي. الله يجازيك بخير السي الطيب. الله يحفظك مولاي. الله يجازيك بخير خويا. الله يكمل لك الرجاء، الله يكمل لكم الرجاء، وهنيئا لك بأن هذه المطلقة أنك فكرتي تزوج بإنسانة مطلقة، لأن بعض الشباب
وبعض الرجال كيزهد في المطلقة مع أنها إنسانة قد تكون بنت عائلة كبيرة وطيبة الأخلاق، ولكن ما عندها زهر، ما عندها حظ، مشات عند شي واحد وربما تكرفس عليها وردها لدارهم. فأنت هنيئا لك السيد بلال فكرتي فيها. نعم سيدي. طيب أنا في عمري 27 سنة ونويت معها الخير ومع عائلة مزيانة والحمد لله، وما دابا يعني الإنسان ما يكون متزوج وما عندوش الإخلاص في الدين وما كيأديش الصلاة في وقتها وما كيأديهاش مرة كيكون العكوسة، وإنما الحمد لله متبعين طريقة الله سبحانه وتعالى ونويت فيها الخير. الله يبارك لك. وقلت بسم الله وتوكلت على الله. الله يبارك لك. سيدي بلال، واش كتعرف بان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تزوج اول مره، هو عازب، اول زواج له كان عنده 25 سنه، تزوج مع السيده خديجه وكانت ارمله، كان مات لها الرجل وعنده وليد مشى مع العائله ديال باه وبقات هي وحيده، وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها الخير والبركه، منها رزق سته من الاولاد، ومنها اغناه الله تعالى، ومنها أكرمه الله بالنبوة. راكي المرأة ربما تقدر تكون أرملة ولا مطلقة وهي مسكينة ما دارت لبيديها لبرجليها، هذا قدر الله، وكتكون مرأة مباركة فيها الخير والبركة. الله يكمل لك الرجاء سيدي بلال. الله يعاونك، الله يجازيك بخير، شكرا على البرنامج اللي كتفيدونا فيهم، وكنشوفوا من يعني من الانسان من الاخطاء كيتعلم، والحمد لله على هذا البرنامج الجميل ديالكم، الله يجازيكم بخير. اعزك الله سيدي بلال، حفظك الله ورعاك. وبغيت نشارك واحد البشاره طيبه بان اسم بلال اول من يدخل الجنه، اول من يدخل الجنه هو سيدنا بلال الحبشي، بلال ابن رباح. بعض الناس سألوا كيف يدخل بلال هو الأول الجنة؟ ياك عرفنا في الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة بأن أول من يدخل الجنة هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. العلماء من اللي جمعوا الأحاديث لقوا بأن فعلا أول من يدخل الجنة هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، لكن يسبقه بلال الحبشي اللي هو من الحبشة وكان أسود اللون. فقالوا كيف يسبقه؟ قال يسبقه كما يسبق الحاجب الملك، كما يسبق الحاجب الملك. الملك هو اللي يفتتح دائما، ولكن قبل أن يتقدم الملك يأتي الحاجب هو الأول. وهكذا بلال حظي بهذا الامتياز. لماذا؟ لأنه كان إنسان مؤمن، وكان إنسان مخلص، وكان إنسان قنوع، وكان إنسان صابر، وكان إنسان متواضع، فأرفع الله مقامه في الدنيا بأن جعله مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الآخرة أكرمه الله تعالى بأن يكون أول الداخلين إلى أبواب الجنة. فأخي بلال هنيئا لك بهالتسمية الجميلة الطيبة، وإن شاء الله نطلب الله تعالى هاد السيدة يكتب لكم الله مكاتب الخير، ويكون الزواج بينكما فيه المودة وفيه الرحمة، وتدخل عليها مباركم سعود، وتدخل عليك مباركة مسعودة بالرزق الوفير والخير الكثير، ويديم الله بينكما العشرة إلى أبد الأبدين. اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. نتحول من شاون إلى إقليم شيشاوة مع للا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور قريب، لاباس ولا؟ أهلا للا فاطمة. أولادك لاباس؟ العائلة لاباس؟ الحمد لله ربي نشكره، الحمد لله كل شيء لاباس الحمد لله. انا بغيت الدكتور نتارى معاك ونعود لك للمشاكل ديالي. الله يخليك. يا مرحبا للا فاطمه. انا حيت انا مريضه. الله الله. وما كنشوفش بعيني. الله اكبر الله اكبر. والنفسيان ديالي معذباني بزاف الدكتور في الدنيا، بزاف خطر من العادات. ما شاء الله ما شاء الله للا فاطمه، لا اله الا الله. وعند العائلة ذي تحتها وما مراطينا ودنساكي، المهم كوشي اللي شاهد في حياة ديالك كاملة معدلة في الدنيا. ناي فاطمة كيفاش فقدتي البصر ديالك؟ اه؟ كيفاش دروك عينيك؟ اوه توقع لي شي مشكلة انا بعينيك، بقى عندي 9 سنين. الله الله الله، 9 سنين مرتي؟ ايه 9 سنين. انا كنت تسمى كنت رجعت للمدرسة. ايه وشي وقع لي في المدرسة واحد النهار الشتاء، كانت الشتاء بالزنف ومتلس. ما شاء الله. منين نتلت شي وقع لي ساعة كتسمى، منين جيت للدار مرات ضربت شهر ونص.
الله. وانا نطيحه ملي نوصل من الجهه ديالي للشمال كامل ما كنحركوش. الله الله الله. يدي ورجلي تسمى من عينوت بقيت هذيك عبوني للسبيطار شويه تشللت. الله اكبر لا اله الا الله. شللت من يدي ومن رجلي شويه قطعت تشوف عن عيني. الله فقدت البصر لا اله الا الله. لا اله الا الله. دابا هذه عندي 17 سنه من قطعت تشوف عندي قطعت تشوف في 98 شهر تسعود. الله اكبر لا اله الا الله. ودابا تسمى الحي يدي ورجلي تسمى الحمد لله كان نمشي كقابلني واحد العشر كعمل لي شحشوش كعمل لي شدوى. اييه. صرت عليه شويه الحمد لله والحق دابا نقول لك هذه هي شي ست سنين دابا الحمد لله دخلني الوسواس. الله يحسن عوانك ما سهلاش يا اختي فاطمه ما سهلاش. دخلني الوسواس اسيدي مغدبه 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 بالليل وبالنهار. ما نصب الراحه ديالي لا بالليل لا بالنهار اي حاجه ما عنديش فيها الساعه. اش كيقول لك الوسواس فاطمه؟ الوسواس ديالي شباش نقول لك هيدي على الحاجه اللي خايبه. الله الله. مرت الوالدين ديالي اي مرتعه بالمرض الله نقول باش يموتوا. الله يحفظهم. مرتو لي خوتي كذلك. الله يحفظهم يا رب. كنتمنى نقول انا مع نربي الحنصه كيف تجي فيا ما كنتش تجي في. لا اله الا الله. ودابا مريطه سيدي كانت عدد بزاف الدنيا وبقى صغيره الله عندي 27 سنه دابا. لا اله الا الله. فاطمه فاطمه اش درتي في الحياه شي خدمه شي صنعه تعلمتي ولا والو بقيتي غير البيت؟ اه دكتور شواش نقول لك انا غير البيت وانا فيها ما كندخل ما كنخرج. لا اله الا الله. دابا حتى من الصلاه ديالي اسيدي الصلاه كنصلي. اييه. وما كان شي كنصلي كيقلق لي عقلي عا كنخطا في الصلاه ما كنعرفش شي مزيان الصلاه ديال الفجر دابا هذه كملت العام ونص. اييه. قلت انا باش نبقى نوض نصلي الفجر ونصلي قيامة الليل درت اسيدي نص من العام. اييه. كان الصبر وكان غلب على راسي بلي دابا كنصمت لك انتينا. الله يحفظك لاله فاطمه. كنجي باش نبدا كنصلي وكنوصل الليل وكنصلي الفجر ودابا سيدي هذا اختار من شهرين الصلاة ديال الفجر ما كنصليهاش. علاش كتنسي؟ ما كنقدرش تماما كنفيق في الليل كيدير لي داك الشيء كيحبسني كيقول لي نعاس ما نوضش. الله ما كنقدرش نوض ما كنوض في الصباح كنبقى عاني بنانا كنبقى عاني كي هذا غير الوسواس. الوسواس هذا كيحبطك وكيتبقى الوسواس هذا خرج لي الخرجه صحيحه الا خرجت عاني الام ديالي من الدار نقول مشى وقع على شي حاجه. الله يحفظهم يا رب. يخرجوا اخوتي من الدار نقول وقعت لي شي حاجه تودنا المغرب باقي العائله ما نجي نقعدش نقول صافي مشاو فيها. الله يحفظهم يا رب الله يحفظهم. وبغيت يا الدكتور الله يرحم يمك والله يرحم بابك والله يخلي لك لما عزيز لك يا رب خلى الله يرحم بابك الله يعطيك مطيش في الجنه يا رب يا رب. عبد النمره ديالي من تما الله يرحم يمك واتصل بيا عندي شي مشاكل في القلب ديالي هذه سبع سنين وانا مغدبه بيها. لا اله الا الله. ودابا تصمت لك انتينا الدكتور. اياه لاله. غير نهضر معاك انتينا الله يرحم يمك وبابك اتصل بيا النمره ديالي عبيها انتينا. واخا لاله فاطمه باذن الله تعالى باذن الله فاطمه. نتمنى الدكتور الله يرحم يمك وبابك فرحني ودار معايا نشكي لك بالمشاكل ديالي. يا وربي الحب يفرحك وتدخل الجنه. يا رب يا رب. لاله فاطمه نسولك واش عمر شي واحد دق بابكم وتقدم لك الخطوبه؟ لا والو سيدي لا. من الدوار من العائله؟ لا 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 سيدي لا انا قصلا ماشي مشاو انا دكتور. انا من باب برد. اييه باب برد ما شاء الله. من باب برد وتسميه لالا عندي مبدله سيدي. اييه لاله فاطمه ما كاين باس ما كاين باس اسم مستعار ما كاين باس. لا اله الا الله. ولاله فاطمه عندك امنيه انا شي مره يدق بابك شي حد وتخطبي ان شاء الله وتكوني زوجه وعندك وليدات؟ لا والو سيدي لا. لا اله الا الله. انا سيدي كان خرج كان دخل كان يجي لعند العائله. اييه. انا اللي الناس اللي كيشوفوني ما كيقولوش ما كنشوفش بعيني انا عيني بين هذيك الخطعه تشوفها مع عيني. اييه. عيني صافيه بالحق سيدي دابا اذا ما دات سنا عندنا الى ما ديالها نشوف السبيطار ما عرفناش عندي على العائله ديالي ضعافه ما عرفناش تسمى اللي يديني للسبيطار. ما شاء الله ما شاء الله. ما نتمنى عندي رجال عيني باقا نشوف بعيني لان دابا انا نحس بالليل نحس بالنهار في الصباح ما الصباح الصباح نحس بالضعف نسرج. ما شاء الله. لاله فاطمه كتبني انك تزوجي وتولدي واحد الوليد ولا بنيه اللي يونسوك وياخذوا بيديك وتمشي يمشوا معاك ويجوا معاك. كنتمنى سيدي كنتمنى انا بلاد اصلا البلاد ديالنا كنتمنى نخرج منه. يا ربي يا كريم. انا نخرج من البلاد ديالنا انصب الراحه ديالي. يا رب يا كريم يا رب يا كريم. الله يسهل عليك لاله فاطمه الله يفتح لك باب التيسير وباب الفرج.
الله يفتح لك باب الفرج. آمين يا رب العالمين. عافاك الدكتور خالد عبد النمرة ديال الله يرحم والديك. ياك في الاخر فيها 33 ياك؟ ايه في الاخر فيها 33. ايه يا دكتور واخا والله الله يعطيك مطاش في الجنة دكتور. ما تنسانيش واتصل بيا بغيت عاني شكي نعاود لك المشاكل ديالي. واخا لا راس العين. واخا لا فاطمة لا راس العين بإذن الله. أنا خديت إن شاء الله ونتصل. أنا اتصلت بك واحد الخاطرة سيدك وقلت لهم يعطوني النملة باك والحقاتنا ما عطوها ليش. واخا لا أنا اتصلت بك بإذن الله فاطمة. يا ربي يا الله يعطيك مطاش في الجنة ويعطيك منا في قلبك والله يخلي لك ولادك ولعزيز لك كامل. أمين. دكتور ألو نعم لالا بغيت لك في اخر الحلقه الله يرحم والديك دعي لي مع روحها بخير عندي مرض شويه يا رب ودعي لي مع الام ثلاثه هي عندي مريضه بزاف مريضه شويه يعني لها بالوسواس الحالي ان شاء الله لاله فاطمه بقي معنا ان شاء الله في ختام الحلقه وكنا ندير واحد الدعوه ديال الخير ليله الجمعه ليله طيبه ليله مباركه ليله تفتح فيها ابواب السماء وربي عز وجل ينظر الى المكلومين الى المعذبين فوق الارض الى المجروحين وان شاء الله تعالى يصبح ويفتح جل علاه. شكرا لك لاله فاطمه من شيشاوا. نتحولوا الى مكناس مع اختنا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك دكتور على هذا البرنامج. الله يبارك لك حنان. وعلى النصائح ديالك كنديروا بها غير خطيك. الله يعزك لك حنان. بحال نصحتينا هكا على الصلاة كانت هاون الصلاة. إيه. وقلت لنا نبقاو نخلوا لي الشغل اللي في يدينا الله أكبر من كل شيء. أيه ملي كنسمعوا الله أكبر الله أكبر من عملي من أولادي من زوجتي من كل شيء وملي كتصلي وكترجع ربي كيبارك لك في كل شيء كيبارك لك الله في الأعمال وفي الأولاد وفي الكوزينة وفي كل شيء وكتكمل الأشغال وكل شيء. سبحان الله. والله العظيم جربتها غاليوم دعي معايا الله يثبتني. هنيئا لك لاله حنان هنيئا لك الله يثبتك ويزيدك الله يقين في يقين. امين. وانا كنت نتعاون في الصلاه بعض المره كنقات الليل كنعيا كنمشي نعس. كتجمعي الصلاه؟ كنجمعها وبعض المره كنعيا. كتقولي بلاش ما نصلي شيء. اييه دكتور. وياك مالا لاله حنان اش كديري في النهار كامل؟ واش الخدمه ولا غير الكوزينه ولا التلفازه؟ العمل ديال الدار. الله ينعس الشيطان وصافي. والمسلسلات في التلفازه؟ أيه. ما شاء الله. وهذا هو الحال ديال بنياتنا وخواتاتنا. ان شاء الله ربي سبحانه ما فيها باس انسان يستمتع بالحياه ديالو ولكن حينما يستمع الى الاذان ينوض يصلي هو الاول وحتى لا تاخر دقائق معدودات ما فيها باس ولكن الصلاه هي الاولى وارجع ديك الساعه عيش حياتك ببساطه وربي يبارك. انا قلت هذا الموضوع ديال الشباب وهذا أيها دارين العزوبية ما بغاش يتزوجوا. شوف أنا زعما ما عندهمش مساكن ما كرهوش الشباب كتشوف فيهم أيها لاله هذه المادة ما كايناش. ما شاء الله. كتشوف زعما ما كرهوش يتزوجوا. حنا بعدا عندنا في المغرب وهذا المحيط اللي كنعيشوا فيه كتشوفهم ما كرهوش. حتى دابا أنا من خويا مثلا ما كيشوف راسه ما عنده خدمة مسكين. شحال عمره؟ كيقرا في لا فاكتة الأخير حلقة إن شاء الله ودعي معاه باقي لي واحد ثلاثة المواد ما فاليداهمش الله يعطيك. الله يكمل لي الرجاء يا رب. امين بارك الله فيك. توا خايف من الزواج؟ خايف من الزواج ولا ما عندوش شي زواج؟ خايف تيشوف تيشوف الشباب اللي معاه مثلا هذا طلق هذا ما قدرش متطلبات كثيره وخد. ما شاء الله ما شاء الله. ولا ما تزوجش هذا الشاب ربما كيبقى مقلق كيبقى متوتر كتكون حياته خايف. ما شاء الله. تبقى خايف والله. لاله حنان كاين بعض الشباب اللي عندهم المال خدام موظف وعنده السكنه وعنده السياره وما مزوجش شيء. هذا مش انا كانت عنده شي ظروف مثلا كيكون عايز يكون مع امه ولا ما قادرش يسمح في امه بحال هكا وصافي زعما. اييه ولا كيخلعوا واقيلا المشاكل اللي كيسمعوا ديال الصراعه تاع الطلاق. يقولوا الصداع غيوقع وبلا ما ندير هذه بلا ما. ما شاء الله ما شاء الله. الله يلطف يا ربي يا كريم. عافاك دكتور طلع اخر الحلقه ودعي معنا عندنا من نزاع مع شي ناس الله يبين الحق الله يرحم الوالدين. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. الله يجمع الشمل ديالكم وكل يعطي الله حقه ويفرق هذا النزاع بالتوافق وبالخير يا ربي يا كريم. لا اله الا الله اختي حنان كنشكرك على التواصل ديالك واكيد انك فتينا واحد الافاده جميله وهو ان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الصلاة اللي هي ماشي عمل روتيني هي عمل يومي واجب. بعض الناس كيبان لهم روتين أو كيبدا يتهاون اليوم وغدا. ربي عز وجل قال لنا
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في كل وقت وحين، غتبقى تصلي وتعود تصلي حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. يعني الإنسان كيبقى يتهاون أحيانا، كنت أسفه لبعض الناس ربما لأسباب دنيوية ما عندها قيمة، وكان خلي الصلاة غندم ندم شديد، لأن كل يوم راح لن يعود أبدا. فهذه ذكرى طيبة ذكرتنا بها اختحنان. الله يكمل لك الرجاء، والله يحفظك، والله يزيدك يقين في الصلاة والعبادة والذكر. ويكفي أن الإنسان أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، إلى مات ما غيسولوش ملك الموت عن مضمون الحلقة 814 ديال المسلسل التركي كذا وكذا، أو يسأله عن مضمون الحيتيات تاع المسلسل المصري كذا وكذا. أبدا، غادي يسولنا الله تعالى عن الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الصلاة جميعا، ويجعلنا من المصلين والذاكرين والخاشعين. اللهم أمين يا رب يا كريم. نتحول من مكناس إلى إقليم بالجعد مع للا خديجة. قالوا للا خديجة، خديجة ربما طال بها المدة فانقطع الخط، معذرة يا خديجة، وكنشكرك على التواصل ديالك، وربي سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء. كنعاود نذكر بأن الموضوع ديالنا هو العزوبية اللي أصبحت ظاهرة منتشرة. بغينا نعرفوا هاد الشباب علاش هما ما كيتزوجوش، والظاهرة لبقت مستمرة، اش ممكن تفرز لنا في المجتمع، وشنا هي الحلول المقترحة، واش الحلول عند الحكومة، واش الحلول عند المجتمع، واش الحلول عند الأسرة، ولا الحلول عند كل واحد منا خاصه لابد يلقى حل للرسول قبل مرور الزمان وضياع الوقت. هذا هو الموضوع اللي كنطرحوه. وغنأخذ الآن مكالمة من وجدة مع للا حليمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ قريبان. أهلا للا حليمة. كان فرحت ملي سدلي هالنهار الخط عندك. يا مرحبا بك للا. وكنشكرك بزاف، كنشكرك على هاد النصائح اللي كتعطينا، والله يجعل ربي هو اللي غادي يجازيك. حفظك الله للا حليمة. انا غير بغيت نقول لك استاذ قريبان، دعي معنا ودعي لي معنا واحد البنيه كتقرا العام عندها البكالوريا. يا ربي تخليها لك يا رب وتنجحها يا رب. واه، ودعي لي مع عندي 5 البنيات، دعي لي معاهم يا رب يا كريم، الله يحفظهم ويرعاهم يا رب. وكنتمنى لسيدي ربي يخاويهم لي الا كان عندي الخير شي وليد يعطيه لي. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، الله يكمل لك الرجاء. دعي معنا بزاف، الله يجازيك بخير يا رحمن يا رحيم. وكنتمنى لسيدي ربي هو اللي يجازيك ويخلي لك وليداتك ويخلي لك معز عليك ويعطيك الجنه ان شاء الله. اللهم امين لله، حفظك الله ورعاك. دعي لي مع هاد البنيته بزاف، هيا معاك، الله يعطيك الصبر معاك. هيا وخلي لا. يا مرحبا. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا بنتي، لاباس عليك لالا؟ لاباس استاذ. كي داير مع الدراسه ديالك؟ مزيان الحمد لله استاذ. الله يحفظك لالا. واش عندك المواد الادبيه اللي ممتاز فيها ولا المواد العلميه؟ لا، المواد العلميه هذا العام مزيان الحمد لله. الله يكمل لك الرجاء. كتجتهدي شويه في الدراسه والتحصيل؟ الحمد لله استاذ كنجتهد. والصديقه ديالك واش مصاحبه مع شي صديقه مجتهده مثابره ولا لا؟ الحمد لله استاذ كلشي مزيان. مزيان، لابد انك تختاري صديقات يكونوا مجتهدات ومثابرات باش تنافسوا بعضياتكم على العمل وعلى الجد والاجتهاد. الله استاذ ميسان استاذ. يا رب يا كريم، الله يكمل لك الرجاء. كنتمنى استاذ تدعي معايا ان شاء الله باش ندي هذا الباك ان شاء الله باحسن نقطه. ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعاونك ويسهل عليك. ما خصك الا انك تجتهدي في الصباح وفي المساء والمراجعه والانتباه في القسم وفي الطريق من تما غادي للمدرسه ورجع من المدرسه. دائما قولي واحد الذكر في اللسان ديالك مره قولي واحد الذكر، وذاك الذكر مثلا الصلاه على رسول الله، قوليها دائما انت غادي في الطريق وجاي في الطريق. ملي تكوني في الامتحان وتوضع الورقه وتبان لك بان السؤال هرب عليك،
قولي داك الذكر، وداك الذكر غيجيب لك السؤال من مكان، يجيب لك الجواب بأمر الله تعالى. الله يكمل لك الرجاء، والله ينجحك ويوفقك ويجعلك قرة عين لأمك وأبيك، وتكون إن شاء الله تعالى في وضعية طيبة ومباركة. الله يسهل عليك ويجعل كل عسير عليك سهل يسير. اللهم أمين يا رب يا كريم. الله يسمح لنا من الوالدين، الوالدين دائما كيتمنوا بأن ولداتهم يكونوا أحسن منهم. كل واحد منا في واحد الفطرة أنه ما كيبغي حتى واحد يكون أحسن منه، إلا ولاده كيبغيهم يكونوا أحسن منه. وكل أم وكل أب إلا الأمنية ديالو يشوف ولداته قاريين وفي وضعية مستقرة، وهذه نعمة أعطاها الله تعالى، هذه تجليات، تجليات تاع الله تعالى. هذه الرحمة اللي كيلقاو في قلوب الأمهات وقلوب الأباء تجاه الأبناء، هذه تجلي من تجليات رحمة الله. هذا التجلي ديال رحمة الله تعالى إذا نظرنا لي من جميع الزوايا المحاطة بنا، غادي نلقاو بأن رحمات الله كثيرة ومتعددة. وحينما تربط قلبك برحمة الله غتلقى بأنك ضيف كريم على الرحمن في الدنيا، غتلقى بأن كل عسير أصبح لديك سهل يسير، وغتلقى بأنك في موضع ترجلك غتلقى الحمد لله التبات والنبات، وفي موضع يدك غتلقى الرزق والخير الكثير. وهذا كيبدأ ببر الوالدين، اللي عنده شي والدين ديولو يبر بهم ويطيعهم ويبوس لهم يديهم ورأسهم كل صباح، وربي غيفتح لي باب تيسير. وإذا كانوا دوك الوالدين ميتين ما يبخلش عليهم بالدعاء، خصوصا هاد الليلة ليلة الجمعة، راش حامل واحد منا راه كيغفل وكينسى في خضم هذه الحياة. الناس كلهم كيجريوا من الصباح حتى المساء، الكل يجري على هموم الدنيا ومشاغل الدنيا، هالدراسة هالعمل هالاستراتيجية هالمخططات هالبرامج هالأموال هالصفقات، وكنساو بأن عندنا واحد الوالدين ماتوا وفي القبور ديالهم كيمدوا يديهم باغين الرحمة وباغين المغفرة. إلى نسيناهم طيلة الأسبوع ليلة الجمعة ما نسوهم، ندعيو لهم جميعا بالرحمة وبالمغفرة، ويكونوا في قبورهم من المنعمين في عرصة الجنات، ويكونوا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رحمة لنا ولوالدنا ولكل الآباء والأم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب أكرم آباءنا وأمهاتنا، أكرمهم بالخير والبركة من كانوا أحياء. اللهم أطل لهم الأعمار وزد لهم في الأرزاق وأسعد أيامهم واطرح فيهم البركات. ومن كانوا قد توفوا والتحقوا بالرفيق الأعلى، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، واجعلهم في ضيافتك يا كريم، واجعلهم في هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة، اجعلهم يا رب من المنعمين في عرصة الجنات في قصور تجري من تحتها الأنهار. اللهم أمين يا رب يا كريم. وما نزال نتوصل بمكالمات كثيرة من أحبابنا الكرام من مختلف المدن المغربية الحبيبة، نواصل ونأخذ مكالمة من الدار البيضاء مع أخينا سي الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا طيب، كي داير سيدي؟ أهلا سيدي الحسين، كيف حالك سيدي؟ الحمد لله ونشكره، بارك الله لكم وعليكم وفيكم، عزكم الله أخويا، جعلكم دخان لنا، حافظكم الله ورعاكم. أنا كنت هضرت مع بعض الناس كانوا ديالنا معجب بالصوت ديال الأخ الدكتور طيب. أعزك الله سيدي الحسين، شكرا شكرا أخويا. خويا هذا الموضوع ديال أنا بعد مكفوف بعدين خوفين باش نعطيك ديكين. الله 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 الله. وأنا حيت كنت كنهضر مع هذيك قلت لي حيت من باب الطرف والطرائف. نعم سيدي. كنت كنهضر مع شي وحدين قلت لهم ودي راه أنا كانوا هضروا شي وحدين قالوا عندنا 39 سنة وغادي عندي 41 عام، خو عنده 41 عام. إييه. قلت لي راه دويت مع الدكتور كريضان ربما غادي يسد الإذاعة ونمشي. لا ما سداش أي. لا إن شاء الله. لا ما غاديش عامل باب الطرفة. إييه خويا. قلت لي أنا راه عندي 50 سنة. ما شاء الله تبارك الله. 50 سنة باقي. باقي ما تزوجت أخويا الحسين. قالوا ماذا توال. لا إله إلا الله. عندي واحد الأم ديالي مسكينة ولات مقعدة. الله أكبر. مقاش قادرة مقاش كتحرك. أنت مكفوف وهي مقعدة. مقعدة وعندي خوتي أخرين عندهم الفلوس داكشي، ولكن كل راه كي كل مضر مع الزمان.
كل الله على الله فهمتي كلهم كيش عايش في الدائرة ديالهم. إيه ما شاء الله. ولكن عايش أنا يعني موظف العمل ديال سيدي معروف عين الشق. تبارك الله. عندي وظيف بسيط. تبارك الله. ولكن المشكل ديالي أنا تفكير ديالي مشكل عندي واحد تفكير بشكل. كده ما خلانيش نتزوج أنا. إيه. عندي واحد تفكير بشكل ولي ما خلانيش يعني كان كشوف مثلا الناس كيفاش كيعيشوا الأجواء يعني الناس اللي كيكونوا عندهم الدوق ولا عندهم ثقافة ولا عندهم إيه أنت أنا ما كنبغيش يعني ما كنتقبلش ديك الحياة اللي كتكون ميكانيكية وغادا عاقل كي كتمنى هاد الحياة سي الحسين أنا يعني إنسان رومانسي عندي تفكير يا سلام يا سلام وربما عندي حتى أنشطة عندي ديزاكتيفيتي عندي زعما أنشطة نعم حيت أنا عندي مع هاد الشيء ديال الروحانيات ملي كنقصدوا بها الروحانيات يا سلام بحال كيقولوا لها باراسيكولوج كيقول لها بالفرنسية إيه داك يعني مثلا كنقرا الحاجه بواحد الصوره غريب عندك الحاسه السادسه كنقرا شي حاجه بصوره غريبه يعني التحليلات ديال المواضيع اللي عندي انا إيه؟ الناس كيستغربوا لها كيفاش كنحلل انا المواضيع بديك الطريقه اللي غير مالوفه ما شاء الله راجع مالوف يعني هادشي كاين سميتو كاين الحاسه السادسه وكاين الادراك والحدس وكاين الاشراق الروحي كاين طاقات ومهارات كثيره في الناس البشريه عزيز عليا قرأ عزيزي طالع بزاف ما عنديش عليا هذيك الحياه المالوفه كل شراب العاف ميكانيكيه ميكانيكيه سير حسين اش هو التكوين ديالك في الدراسه انا حاصل على البكالوريا ايه وكنقرا دابا حاليا في الدراسه الاسلاميه كان رجعت ليها كنت وقفت ورجعت تبارك الله ما دي مثالك رجعتي للدراسه الثقافه ديالي كنهضر في اي مجال مثلا نقدر نهضر في المجال السياسي نقدر نهضر في المجال النفسي تبارك الله تلقائي تبارك الله بعض المرات نقدر نهضر بشكل تلقائي كيقول لي شي واحد شي واحد خينا شجني ودا التسجيل ديال البريطانيا كنهضر على العقليه كيفاش التعامل مع العقليه الاوروبيه في اطار المفاهيم المقدسه الدينيه الاسلاميه ما شاء الله الفكر الاسلامي راقي عندي معايا هذا الشيء بزاف فكر وحضاره وعندي حتى القضيه كيفاش نتعامل مع الاشخاص عندي بلان كيفاش نتعامل مع النساء بطريقه جديده باسلوب جديد وتصورات اخرين هذاك الشيء دابا المشكل كتلقى مثلا مع كامل الاسف كتلقى واحد العدد ديال النساء مثلا اللي كان كتبغي تجرب علاقه كتلقى مثلا عندهم طموحات ماديه صرفه ما شاء الله ماشي كلهم الغمس الحسين ماشي كلهم عندهم طموحات لا اللي شفت انا حيت انا ما كنقولش انا كل شيء انا ما غاديش نكون انا احتويت العالم كامل باش نفهم انا يعني كنقول اللي في حدود البيئه اللي كتكون حيت البيئه ما كتكون محدوده نعم التفكير وفي الحركه وفي فهمتو كتكون بيئه ضيقه نعم كتكون النتيجه ديالها على التفكير الانسان على شخصيه الانسان السي الحسين دابا الان الا افترضنا بان السي الحسين اليوم او غدا فكر انه يتزوج 50 سنه يعني ميمته بغات تفرح به وتشوف وليداته وبغات تشوف ان شاء الله الحباب وصحابه بغاو يهزوا فوق العماريه ويفرحوا به كاملين هاد المراه اللي انت كتمنى السي الحسين اشنو المواصفات ديالها؟ المشكل اللي نطرح عندي المشكل المادي يعني باش يكون عندي محل نكون مستقل ماديا يعني رغم موظف في اطار اداره مركزيه او اطار ولكن الاجره ضعيفه الاجره ما كتجاوزش 3500 درهم هذا هو المشكل دابا النساء مساكن نعم ما غاديش نلومهم كيكونوا باغيين يتزوجوا باغيين ولكن كتفضل مثلا في 50 سنه نعم وغادي تدخل ثاني وغادي تتغير مع الحياه شويه صعيبه 50 سنه وتاخذ كريدي 20 عام الى الامام لا 50 سنه ماشي بحال لا 50 سنه شويه قاصحه ماشي بحال مثلا مثال اللي بادي في 20 ولا 22 ومع ذلك السي الحسين ومع ذلك نعم سيدي واحد المساله اخرى انني انا كنعتمد على نفسي في جميع الامور في الدواء في اللبس في الاكل والشرب تبارك الله حنا كنلمسوا عندك الثقه في النفس حنا كنلمسوا السي الحسين من خلال المكالمه ديالك انك كتمتع بالثقه بالنفس تبارك الله كنمارس الرياضه تبارك الله كنمارس الرياضه سميتو دابا هذا الشيء يعني ربما من غادي ما يبقاش عندي ديك الانشطه ما غاديش نقدر نعيش يعني حياتي ما توقفش على الاكل والشرب نعم ونشرب الباس شري حوايج العيد شري الباس العيد هذا الشيء انا ما وليت كنوقف ضد المالوف ماشي هذه ملامح الابداع والعبقريه السي الحسين الفلاسفه والمبدعين بحال ابو العلاء المعري ولا بحال طه حسين ولا بحال مجموعه من الناس اللي كانوا فقدوا البصر نعطيك مثال نعطيك واحد النظره بسيطه نعطيك واحد النظره وحده بالشكل نعم سيدي دابا مثلا كلمه حب نعم حب كلمه حب
إيه؟ يعني هذا الحب، هذا كلمة حب، هذا الحق هي بداية كلمة حب. نعم. آخر كلمة، آخر حرف كلمة الروح. إيه. ياك. نعم. والقلب. نعم. القلب. الباء آخر كلمة. آخر حرف كلمة القلب. نعم. ياك. نعم. الروح والقلب. آه روح القلب يعني يعني ذيك الحق. نعم. يعني شد الباء. يقبل ياك. نعم. ما معنى الحب الحقيقي هو أن الروح تجتيب القلب. نعم. وديك وذاك الحب لازم وسط منه الراء كتعود حرب. اه لا تجي مثلا اخر كلمه في الروح هي الحق. نعم. واخر كلمه في القلب هي الباء. نعم. يعني حب يعني حاجه تقبل من الباء. إيه. يعني صافي دير الى تعملتيها. نعم. في الروحاني يعني الروح. نعم سيدي. هي اللي كتجتب القلب وكيولي الحب عنده مصداقيه. فملي كيكون القلب غادي الاسفل رغبات ونزوات. نعم. كيمشي مجرد ما كتسالي ديك الرغبات كيمشي. سيد حسين ربما إذا درنا الفلسفة كثير غنبتعدوا من الواقع. واش دابا حنا والدينا كانوا عندهم هذه الفلسفة وهذه الروحانيات كانوا غير واقعيين وداروا وليدات وداروا أسرة ماشي يخرج مع لا أنا ماشي يخرج عن الواقع ما كنفرجش أنا واحد السيستم على الناس باش يفكروا بالطريقة هذه. نعم. لا هذه التفكير كيكون مقصور على واحد الفئة معينة فهمتي. إيه. وكيف في إطار ممارسة مثلا في إطار ممارسة الحياة. نعم. أنا كنبسطوا الحياة كنمشيو ببساطة مع الحياة. إيه؟ يعني مثلا دابا انا عندي 100 درهم. نعم سيدي. ياك انت دابا انت غادي معايا صديق ديالي عندي 100 درهم ياك. إيه؟ انا غادي معاك كنقول لك فلان هذيك 100 درهم اللي غنمشيو بها غنمشيو ندومونديو بها خذ اللي بغيتي انت. إيه؟ حرية ديالك خذ اللي بغيتي. إيه؟ ولكن ما تفوتش ما تفوتوش 100 درهم. إيه نعم مزيان. نعم. نعم 100 درهم عندنا. نعم. ولكن انت بغيتي السقف هو 100 درهم ما تفوتش السقف ديال 100. انا مثلا بغيت ندومونديو مثلا بغيت ندومونديو مثلا الدجاج. نعم. ما نفرضش عليك ندومونديو الدجاج. نعم. وتي تسيدي دوموندي قيمون. نعم. ولكن القيمون يكون يعني المبلغ اللي غادي ندفعوا فيه. نعم. ما يكونش ماشي لا يتجاوز السقف 100 درهم. إلا شتي السقف ديال 100 درهم راك تديتي عليا وخرجتي عليا أنا. إيه خويا. خرجتي على راسك. نعم. يعني حيت دابا العلاقة عندها بلون، راه أي حاجة دارت سي دار بلو دار لها بلون. إيه. ما خلاهاش غادا هكرا. أنا غير داك الشيء تنقول لك غير من باب إشارة فقط، أما في إطار التعامل اليومي وفي اطار الكلام وفي اطار سميتو. نعم. راه كنرسم واحد الخط اللي غادي يمكن ما نضرك ما تضرني. يا سيدي. فهمتيني كيفاش؟ يا سيدي. كذلك المثال كيسري الامور حتى في العلاقات الزوجيه. حتى هي كيسري فيها الامر. بغيتي حريتك انا ما كاين مشكل، بغيتي حريتي ولك بشرط. نعم. يعني ما يكونش فيها واحد التجاوز هاد الامور اللي كتمس الكرامه الانسانيه. نعم سيد حسين كيلمس فيك بانك انسان عقلاني وكتامن بالقدرات الفائقه ديال العقل وكتضبط الامور. الا ترى معي بعض مرات العقل قد يعذب صاحبه؟ علاش حنا ما نديروش بحال كيديروا والدينا بالنيه وبالبساطه ونقول 100 درهم وغير فيض الله الرزق ونفوتوا 100 درهم لها ويبقى الرزق موجود. واش نقول لك؟ لا دابا انت كتمشي كتقول ما قرا يا ريت. نعم. يعني تيكون دابا العقل حيت دابا الناس نعم مع كثر كيستهلكوا الافلام نعم تعلموا طبيعه خايبه تعلموا الترابوس تعلموا التحايل نعم. تعلموا انني انا ما نفكرش في غيري نفكر في راسي واحد النهار ما نبقاش المراه كتقول لك مثلا واحد النهار ما يبقاش في يدي انا واحد النهار يعني كما تيقول يموت لي الحوت ما غاديش يبقى يعقل عليا راه ندي منه في هذا الوقت هذا نعم فهمتي خصو يبقى هو طالع خصو يبقى لا طالع الفوق هو باقي التحت ممكن واحد التفكير هكا دابا هاد الافلام اللي هما كيجيبوا اشارات من هاد النوع هذا نعم سي يخربوا ويدمروا القواعد الاجتماعيه ديال الناس قواعد مقدسه للمجتمع كيدمروها باي طريقه دابا سي الحسين دابا سي الحسين المهم هاد الشيء كله حنا بغيناك دابا الان دلتي 50 عام وعندك الوالده كبيره بغات تشوف وليداتك اخويا حسين وبغات تشوف بغينا نشوفوك ان شاء الله تعرف فوق العماريه ونفرحوا بك علاش دابا الوالده ديالي انا من جهتي نعم من جهتي انا دابا يا خويا يا كنتمنى القضيه ولكن هي ما مقلقاش من جهتي انا حيت كنجي انا كنقلب معاها نضحك معاها يعني كان ما عمرني تصور واخا نكون مقلق من برا واخا يكون بعض الاخوان مثلا الاخوات يقلقوني نعم كنقلبها ضحك نعم يعني تصور انا كنقدر كنتنازل على حقوق ديالي الطبيعيه من اجل انني باش نخليها باش ما نديش الصخط هنيئا لك السي الحسين مرضي الوالد والله العظيم باش من باش ما نديش الصخط للناس ما كانهاش راسي في المجتمعنا الحمد لله مرضي الوالد عمر ما يخلف ولا نقول شي حاجه ولا شي حاجه ما يمكنش ينغوت ولا نقول شي حاجه واخا يكون فهمتك نخرج الزنقه حتى الدور الساعه في سميتو ورجع تاني
تبارك الله خرج برا وكلش. ومع ذلك الوالده بغات تلعب مع وليدتك السي الحسين. دابا حنا بغينا ماك السي الحسين في هذه الحلقه ملي تكلمتي معنا بغينا نجيبوك في الشبكه وبغيناك تدخل القفص الذهبي وبغيناك تقول وداعا للعزوبيه وبغيناك ان شاء الله رغم الراتب الشهري على قد الحال ربي غادي يفيض الرزق الرزق ديالك وديال المراه ان شاء الله. بغيت نخلي شي مفاجات بغيت ندير شي انشطه إيه؟ عبر الانترنت عبر اي دير انت والزوجه اليد في اليد انت إيه؟ وداك الشيء راه غادي يجيو حيت انا مازال تابعني شي سفاريات مستقبلا إيه؟ غادي نمشي ربما نمشي العمره في هذا رمضان تبارك الله تبارك الله الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء إيه؟ انا كنت غنمشي في الثقه في اوروبا لكن باقي ما كنتش قاره الفرقه ديالي. المغرب ما كاين احسن منه دابا الناس اوروبا كيجيو للمغرب. لا هي الثقه في اوروبا ماشي على اساس ماشي على اساس ان المغرب يعني كذا. نعم غير هي مساله كيف كنقولوا حنا كنبحثوا على الماده فقط فلوس باش نتوسعوا وكذا. الانسان ملي اش قال الله صلى الله عليه وسلم اوسع رزقك علي. نعم عند كبار سني وانقطاع عمري. اي ناس الانسان ملي كيكبر كيبغي الراحه يبغي الهدوء يعني ماشي بحال الانسان عنده 20 عام. اي كتكون 50 عام كتوصل كتولي اكثر عقلانيه وكتولي اي وكنت بقى بقى العاطفه الحمد لله حنا من هادشي كله الناس الحسين. انا الشيء عاطفه هذه اللي قلتها دابا العاطفه اللي قلتيها دابا نعم. انا العاطفه راه كتجعلني انني كنحيد حاجه من يدي ونعطيها لواحد اخر. نعم باقه في العاطفه دري صغار عزيزين عليا كنحترم النساء نحترم الاطفال نحترم كلشي. اي واحد سميتو شفتو متضرر كنقدر نعطيها انا ونحيدها من نفسي. سي الحسين واش عمرك دقيتي جباب شي بنت ناس وتقدمتي للخطوبه؟ لا ما تقدمتش. علاش اخويا حرمتي نفسك اخويا حسين؟ علاش اخويا حرمتي نفسك؟ حنا بغينا نفرحوا بك السي الحسين والله العظيم دخلتي لي لقلبي وانت شاب تبارك الله طموح وعندك واحد العقلانيه ومرضي الوالدين. شق عليا مع عايش مخلوي. اييه كما كنقولوا الخلوه. اه اييه عايش مخلوه. نعم سيدي. كنقرا زعما تنكون كنجلس كنقرا وكنفكر وكنحضر شي حاجه وكندير قايه الذكر والجلسه الروحانيه مع راسي. نعم ما بقاش عندي داك الاستري باش نفكر في هذا الموضوع. لا لا باقي انت خبيتي انت قلبتي الورقه عاود رجع الورقه من اللور تلقى مازال باقي موجود في النفس في لا الشعور ديالك. لا دابا غير الشيء دابا داك الشيء. نعم حيت انا كان وقعت لي في سافرت واحد السفريه للامارات العربيه المتحده. ايه تبارك الله. كنت سافرت الحج عن طريق دبي. ايه مشيت كنشوف واحد العالم اخر كنتسارى في المطار. ممتاز. بوحدي كنتسارى في المطار. شكون اللي كيعاونك انت فقد البصر؟ شكون اللي كيمشي معاك في الطريق وكيوجهك؟ مشيت لراسي. تبارك الله تبارك الله. مشيت للسعودية مشيت لراسي. تبارك الله. مشيت دوزت مشيت تقريبا شي ست عمر دوزت الحج. تبارك الله ما شاء الله وانت تبارك الله ابن بطوطة. مشيت كان لا انا عندي مع المغامرة. وفي هذا السفر كله السي الحسين ما باش تشكتك نسلك الاخر ما التقيتيش به في هذه السفريات لا في العالم العربي ولا في العالم الاوروبي ولا في العالم المغربي. كنت نزلت في دبي. نعم. استقبلوني بحال استقبلوني استقبال السفارة. يا ما شاء الله. كيشوف فيا بانني ما بقاش كيشوف فيا انسان عادي. ما شاء الله. كيفاش مكفوف غادي كيمشي في الطريق وما عنديش ما عنديش ديك عقدة النقص كنضحك وكيجلسوا معايا ناس سيبر ومشينا ما كنحسش بديك القضيه ديال فلان الناس سيبر وانا ما عرفت مالك والو. ما شاء الله عليك. حيت انا كنقول حطني سيدي ربي ما يمكنش يحطني هكاك. سبحان الله. حطني في وضعيه فين حطني سيدي ربي. إيه؟ انا راضي فيها ومكبر فيها. تبارك الله عليك. هذيك الوضعيه اللي حطني فيها سيدي ربي. ما عنديش مشكل. ممتاز. والله تبارك وتعالى كنقول انا ملي خدا ليا البصر. نعم. عطاك البصيره. البصر كان غادي يكون ضرر عليا انا. سبحان الله. لانني علاش؟ لانني ملي كنت صغير كنت شويه كنت كنشوف راسي كنت قبيح شويه. ربما ديك القباحه كتغطور تولي شي حاجه اخرى كون انا مشتت في الحبس ولا شي حاجه اخرى ديال شي مصيب. الله يحفظك السي الحسين. لان البصر كيزيق بنادم. اييه خويا. فهمتي؟ انا ملي درت انا بديت كنقرا وكنقلب يعني تعذبت نفسانيا شي وقت. نعم. يعني بديت نوقف ديال البصر ولكن في نفس الوقت بديت كنقلب في الحقيقه. كنتصنت كنتصنت لعبد الحميد كيس كنتصنت الشيخ محمد قطب الله يرحمه. نعم. كنصنت لذوك الناس المفكرين الدعاة الكبار اللي كانوا فضل الصح والاسلام. واحد النهار جاتني واحد المنامه. اييه واحد المنامه شفت فيها انه انا جالس واحد البلاصه يتدارسون فيها كتاب الله وسمعت واحد الكلمه في الاخر هاتف قال لي نعم اقرأوا كتاب ربكم واسمعوا لائمه الحق تعيشوا في سلام ويختفي.
الله، هذه رؤية طيبة. هذه واحد رؤية. مرة أخرى شفت فيها وثاني واحد مرة أخرى شفت فيها قبل شي حج، شفت أنني شد حبال، حبال ممدودة من السماء وشدة، وكان الله وكان وديك الدعوات كلها كان داعي على راس الله. هذاك حبل الله. عرفتي كنقول اللهم ارفع درجة، أنا كان داعي على راس الله ماشي على راسي. كان داعي وكان تهز، يعني كان حس براسي كل اللي كان تعال كل اللي كان يرتاج. سبحان الله. الحبال من الحبال جاية من السماء. العروة الوثقى هذيك، حبل الله المتين. حبال. الله. وعاوتاني واحد مرة أخرى شفت عاوتاني على أنني قاس مكة، مكة كيف ما كانت، دابا مكة ولات فيها الشليج ولا فيها سنة. نعم. مكة كيف ما كانت، كيفاش كان فيها الربيع والحشائش وداك الشيء. نعم. وكانت تسنى وقودهم رسول الله في الفتح ديال مكة. صلى الله عليه وسلم. عبقى كانت تسنى وبالتفقة ما كملتش القضية. تبارك الله. هذه رؤى كلها، هذه رؤى منامية كلها تبشر بالخير، تدل على قوة إيمانك وقوة يقينك، وعلى أن مازال باقي مازال ما استفدناش منك أنت إن شاء الله غتكون من العلماء الدعاة. أنا ما كندير الشيء، حيت أنا ما ندير الشيء في الحياة ديالي، ما ندير الشيء. كيقول شي واحدين كيقول لي كيقول لا أنا بغيت نخليه بحال. إيه. في الشيء بغيت نخليه بحال. إيه. والناس كيصحابوني كيتصحابوني أنا مجوز وعندي الأولاد كيقول لي أنا ما عندي والو. شيب وقار. سي حسين بلا قوسين سمح لي لسولتك واحد السؤال، قلت لي شفتي رؤى منامية، دابا انت كفي فاقد للبصر، ملي كتحلم السي الحسين واش اش كتشوف في المنام؟ كتشوف الالوان، كتشوف الاشخاص، كيفاش كتميز هاد هاد المنامات؟ لا كاين كان بعض المرات كنشوف الاشياء بحال دابا مثلا واحد المره كنحلم براسي كنجمع الفلوس. نعم. كنجمعهم بعيني، كنشوف بعيني وكنجمع هاد الفلوس اللي كتشوفو في المنام السي الحسين. ورا. احنا دابا الفلوس عارفين الدولار والاورو والدرهم، عارفين الشكل ديالو. دابا انت سي الحسين فاقد البصر، كيفاش كتخيل الفلوس مثلا في المنام؟ كي كيبانوا لك في الصوره ديالهم؟ انا كتشوفهم حيت انا حيت ديجا كنت كنشوف. عندك سابقه في النظر. وحيت انا واحد القضيه واحد الحلم شفت في مرات ما عرفتش شنو هي. نعم. كنحلم براسي سايق الموتور وانا ما كنسوقش الموتور. ما شاء الله. اش من الموتور؟ كنحلم براسي سايق الموتور بالشكل ديال الموتور، عارفوا بان سايق الموتور في الشاطئ وكنوقفوا في البلاصه في 7 عمر وغادي. واش كتستمتع السي الحسين في المنامات ديالك ملي كتنعس وكتشوف في المنامات كتكون بحالك بحالنا ديك الساعه بحال اللي كيشوف بحال اللي ما كيشوفش الرؤى المناميه؟ اما مكه المكرمه حلمت بها ملي كنت باقي صغير. شتي هكذا الكعبه في هذاك الستار الاسود وكذا. كنحلم مرشد، كنحلم بالوالده شاداني، ولكن الحلمه كيفاش خرجت؟ نعم. خرجت على انه مشات معايا امراه. نعم. مشات معايا امراه في 98، مشات معايا طافت معايا في مكه المكرمه. نعم. وشدتني في ظهري كما حلمت بها. سبحان الله. شدتني من السلطه ديال ظهري. تبارك الله. كما شفتها في المنام. حلمت هذه القضيه ديال مكه المكرمه، وحلمت براسي الامريكي الولايات المتحده الامريكيه، حلمت بها بزاف المرات. ما شاء الله. السويد حلمت بها بزاف المرات. غاتسافر مازال السي الحسين. باقي عندك طريق طويله بزاف السي الحسين. هادشي شيفو شحال من مره شيفو. سبحان الله. والله العظيم. وفي الحج. اييه. انا السويد حلمت بها في الحج. كانت في ايام الحج راه برك 3 شهور انا. تبارك الله. فراسك راك تسالت؟ اييه. 3 شهور انا سالت، راه حيت كانوا كيديو عباد الله كندوز هنا ما كيعرفونيش انا الساعه كندير ديك الغطره ديال السعوديه. وكنهضر معاهم في اللغه ديالهم ما عرفونيش اش انا من المغرب. يسحبوك خليجي. اه كيسحبوني خليجي، ما كانش كيعرفونيش من المغرب. ما شاء الله. وكنت كنعس فرق وكنعس في الجبال والفيافي ديال مكه. الله 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 الله. انت عايش عايش ديال 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 المثقفين العباقره. واحد النهار كيريبع، واحد النهار كيريبع كي الحجر كيطيح عليا من الفوق، وغادي في الطريق قلت والله تنمشي للمسجد الحرام وخا يطيح الحجر. كيطيح الحجر وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكنلك يدي الفوق الحجر كيريبع بحال الحجر كيريبع. سبحان الله. عرفتي واحد خينا جا عندي قال لي والله يا شيخ، قال لي والله يا شيخ انت محروس يا شيخ. عجب عجب. اشوف كرامه ماشي دابا قال لك الالقاب راني واقف وغادي كنضرب مع الحجر وانا واقف. ماشي دابا انا ناعس وطاح عليا الحجر وهبط النار. لا والله ما درت هبط النار زلف. تبارك الله. غادي واقف وغادي كنمشي. تبارك الله. وكنت غادي لراسي وهذيك المشيه اللي مشيت فيها 3 شهور رباطني على بزاف الحوايج، علمتني بزاف الحوايج في الحياه. ما شاء الله. وليت عرفتي شنو وليت كنستقبل المشاكل بالضحك. مشكله خايبه، يقدر بنادم يقدر يمشي يقدر يتسطر فيها يقدر يضرب راسه مع شي حاجه. اييه. واحد المره شات لي 4000 داو لي 4000 درهم من لابونك وغادي كنضحك. واحد كاين قالك تحمل شي تدخل معايا درهم في لابونك، في واخا سيدي نمشي معاك في المنطق ديالك، انا غنتعاو غنتسطا ويطلع لي في السكر. نعم. ومن بعد غادي نربح، واخا تجي لك واخا تجي لي الدوبل ديالها اش غندير بها؟ فكر بعقلك اللي عندك الحق. ايوا هادشي اللي كاين اش غادي ندير بها الى مرت؟ نعم.
السي الحسين الكلام معك جميل جدا، وهذا الكلام كله استفدنا منه الكثير من الاشياء. استفدنا السي الحسين الرجل اللي كيتمتع بالثقه بالنفس، والرجل العبقري، والرجل الفهام اللي كيقرا وكيجتهد، والرجل اللي كيسافر من منطقه لمنطقه، والرجل المؤمن اللي في صفه من صفات اولياء الله الصالحين. لكن هادشي كله واحد الحاجه اللي باغينها، وهي ان السي الحسين خصك تكمل دينك اخويا، 50 عام خصك تزوج اخويا ودير وليدات ان شاء الله باذن الله. سيأتي الله بذلك يا رب، الله يكمل لك الرجاء. إن أقول اللهم إن كان الزواج قطري، يعني كأقول اللهم إن كان الزواج قطري ومآلي ومكتوب علي، نعم اللهم اجعله نصرا وفتحا مبين. خويا الحسين، واش كتفكر بان بدا عمر طويل، الله يطول عمرنا وعمرك وعمر جميع المسلمين، يعني دابا الوالده موجوده معك كطيب وكتونسك، ما كدير والو دابا مسكينه صافي. الله اكبر، ما كدير والو يا مسكينه، بقات كدير والو. يعني واحد الوقت تقرات بانك وحدك، خوتك خواتاتك. لا لا، وهذه ماشي عاد دابا عدت عندي فقط، راه 15 عام وانا عايش هذه الطريقه اللي كتقول لك. ما شاء الله ما شاء الله. ولات عندي مالوفه، ولات شيء مالوف. ولكن دابا الحسين دابا كنمشي مثلا نخرج برا، نعم الفضاءات الاجتماعيه كلها انا ناجح فيها، كنضحك والناس عزيز عليهم، كيبغوني الناس الحمد لله، ما عنديش اشكال اصلا الحمد لله، ما عنديش حتى الضيق ديال الافق ديال انني ما كنشوش راه حتى واحد ما كيحملني حتى الناس، هذا مسائل ما عنديش اصلا الحمد لله. يعني كنضحك مع الناس، كنتحرك مع الناس، كنمشي مع الناس، وعندي افكار ديالي، عندي الراي ديالي مع الناس، كنعطي نظريات ديالي، كنعطي مواقفي. نعم بزاف الحاجات كنتعلم ليها، كنعطيها فيها سميتو، وبتواضع بطبيعه الحال. تبارك الله. فهمتي، انا ما كندير حاجه كنفكر فيها، ما كنمشيش انا عشوائي، ما كنمشيش لافي ديالي عشوائي. نعم انا كاين اللي كيقول لك، كيقول لي انا عايش في سبري ديال واحد، ماشي عايش مكفوف، كيقول شي واحد ما كنشبهش مكفوف، الطريقه اللي كتهضر بها ولا كتفكر بها. نعم ما كتزرب ما كتفرعش انا، ما عنديش مع التفرع، وعندي مع ديك العجله والعشوائيه، وانا ديك الشيء كنفكر فيه راه هو اللي كاين، وداك الشيء كنقولو هو اللي صحيح. لا، كنختار الانسان في اطار الذات ديالو، في اطار الشخصيه ديالو كنختار، لان ما كاينش اقتحم على الانسان ديك الاقتحام العدواني على الشخصيه وعلى الذات ديالو. نعم انا كل شيء كنامن به، بانه اعطاه الله قدرات ما عطاهاش هي الله، وعطاني انا ما عطا داك الشيء، بحال السوق ديال الخضره، كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي، والناس باغيين كل شيء. نعم. فهمتي؟ يس حسين. انا هضرت معك شيء بسط المفهوم اكثر. نعم. باش الناس يفهموا اكثر، حيت انا كان الا جيت نهضر عاوتاني ندخل ذاك العالم الاخر ما غاديش نتفاهم. تبارك الله. حيت انا القضيه عندي ما كنهضر في جميع المواضيع، وعندي مع التنميه البشريه، عز عليك شيء التنميه البشريه. نعم. في اطار الشمول. ما شاء الله. السيد حسين، إذا بقينا معك في الحوار غنكتشفوا جوانب مشرقة من حياتك. أنت رغم أن عندك ضعف البصر أو فقدان البصر، لكن عندك قوة البصيرة، وعندك قوة الذات، وعندك الأمل في الحياة، وعندك التشبت والرغبة القوية في طلب العلم والسفر. ولكن كنعاودوا ندوروا مرة ثانية، كنلقاو السيد الحسين خاصك أخويا دير لنا واحد العرسيه. حيت انا دابا الشخص، حيت انا دابا الشخص اللي غنكني نتعامل معاه. نعم. انا اقول كنتمنى ان بغي الشخص يكون انا مفروض عليه. نعم. كاينين داك الناس اخويا كاينين. انا كنقصد، علاش نقصد؟ انا كنقصد مثلا هذا الانسان اللي غنتقدم ليها، ولا شوف كيفاش غنتلاقى معاه، ولا غنتلاقى معايا، ولا ما عرفت كيفاش داير. نعم. ما نبغيش انا تكون هذيك الطريقه ديال انها تكون فيها نوع من السطحيه، وتكون نوع من انك انا حيت عرفتك هكا، ولا حيت انا بغيت ندير بليزير، بغيت ندير خير. نعم. لا. خصنا نكون عندنا الصراحه ووضوح الصدق بيناتنا، نكون ولا ما نكونش. انا شي رفضوني 7000 وحده ما عنديش مشكل. نعم. انا حيت من حق اي واحد يفرض، ومن حق اي واحد يعرض. اي اخويا، يعني انا العرض نفسي ولكن الفرض نفسي ما ماشي من حقي نفرض نفسي، حيت كل واحد عنده السيستم ديالي. إيه ما كاينش امبوزي السيستم ديالي على الناس اخرين. يعني انا نبغي غير الصراحه، ما بغيش انا الانسان اللي يكذب عليه ونكذب عليه ونصدق، حيت ملي كنحطوا ملي كنكذبوا كيطلع داك الشيء كله خاسر. لا لا لا، هذا الشخص الاخر لا، خاصو نحطو داكشي بيناتنا ونتفاهموا على واحد الخط باش نمشيو فيه ولا ما نمشيوش. ما شاء الله. والانسان خاصو يعرف واحد القضيه، مثلا بحال دابا انا مثلا ماشي ممكنش ندير راسي مثلا في البدايات عندهم 17 18 20 باقي مازال راسهم ما عرفتش كيفكروا معاه. نعم. ربما باقي ما عندهمش النضج في الحياه. نعم. حيت الله تبارك وتعالى قال واحد الايه، قال لك ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد. كاين آية. نعم. آية. يعني هذه أكبر آية زعما، ماشي القرآن كله كبير، كله عظيم، كله ما يمكنش التفاضل بيناته، ولكن هذه الآية هذه صافي كتسالي معنا. نعم. يعني إلا من يطيع الله ورسوله فقد رشد، يعني إلا طاع الله ورسوله
حيت ماشي يفهم المفهوم الديني السطحي، خاص يفهم. وحنا هادشي اللي خاصنا يكون عندنا حنا، ضروري خاص يكون عندنا حنا، حيت الدين سبحان الله العظيم راه فيه بزاف ديال الحوايج. نعطيك غير مثال بسيط، مثلا ديك القضيه ديال نقصان عقلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء نقصان عقلنا. نعم، النساء ناقصة عقل ودين. ما رأيت أتعب للب الرجل الحازم من كنا. الناس فاهمينها، العيالة المساكن كي فاهمينها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحالة بغي ينقص من القدر ديال المرأة. لا، ماشي هذا هو سميتو. المرأة يعني كيقول لك المرأة عندها واحد المهارة خطيرة فأنها تحول العقل ديال الرجل إلى عاطفة إذا أرادت أن تحقق منها شيء. نعم، كتهبط لدماغه العاطفة القلب، كدير عقله في قلبه. نعم، فهمتي دابا كيفاش؟ نعم، يعني ماشي قال يعني راجل شو ثلاثة حوايج، رجل لب هذا. نعم، ماشي لب، هو العاقل فوق من العاقل. نعم، الذي برا فوق من المستوى العاقل. والرجل إذا قلنا حاجة واحدة من هاد الثلاثة راه شي حاجة كبيرة. ملي كيقولوا ثلاثة اللب والرجل الحازم، إذا هاد المرأة راه واعرة، يعني عندها شي قوة وشي طاقة عطاها الله. ممكنش تصور يعني كتحول الراجل اللي ما نعرفش شكون هو اللي خلع عباد الله، كتردو من عقل الى عاطفه. نعم، عندها مهاره، غير هو النقص يمكن نقص، وملي كتنقص من المقام ديال القداسه الدينيه، وانه ماشي هي النقص هو انها هي ناقصه، خلقها الله ناقصه. واش ربي كيخلق شي واحد ناقص؟ لا يمكن ان يخلق الله شي واحد ناقص. نعم، هذه ما يمكنش. انما هي عندها مهاره، ماذا لو ان هذاك الراجل بدل ما تحطه في هذاك الموقف طلعوا، حتى تقدر تطلعوا، تقدر تولي تردوا شي حاجه اكثر من المستوى اللي هو فيه. نعم، يعني المراه ماشي حد الناس اللي بداو كيضحكوا علينا، دوك اللي هما في اليسار ضد سميتو، كيقول كيضحكوا علينا، كيقول الدين دي الله كاين، الرسول صلى الله عليه وسلم كيضحك عليه، كيقول النساء انتم واش هذا دين اللي غيمكن يشجعنا اننا نتبعوه؟ لا، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول ان المراه عندها المهاره، عندها شي حاجه كبيره واعره. نعم سي حسين، والحمد لله راه تبارك الله، راك على بال، وهذا يدل على شيء، فانما يدل بان البركه ومسعوده غتكون من النصيب ديالك. وسي الحسين كنتمنوا لك ان شاء الله تعالى في القريب العاجل ربي سبحانه وتعالى يبعث لك رفيقه الحياه باش ديروا اليد في اليد وتمشيوا معا. احنا بعد واحد القضيه، انا ما باغي نظلم حتى شي شخص نهائيا. نعم، انا كنبغيو نتزودوا فان خير الزاد التقوى، حنا بغينا نوصل الله. نعم، انا كنطلب الله كنقول اللهم جنه تقودنا الى الجنه. نعم، الجنه هو ذاك الحب اللي كيكون بين المراه والرجال وذاك الانسجام، كاينه مشاكل كتكون ولكن غير بحال نزله البرد. نعم، يعني كتوز ولكن ماشي ديك المشاكل اللي كتوصل لجرح الكرامه والشرف وشخصيه بنادم وطيح بنادم وتستعبد بنادم وتضحك على بنادم. نعم، هذا هو اللي مرفوض. اما هي المشاكل ممكن تقلق انا، ممكن تقلق، هذا شيء طبيعي، هذا نقدر نتقلقها بيني وبين راسي كاع. انا ما نعم لا لي انا ما فهمتي. نعم، هذا ماشي المشكل، هذا يعني خاص تكون الحوار، حوار حوار. نعم، جلسة حوارية، ما تكونش ديك الملفات المفتوحة. كندير خزن في قلبي، خزن في قلبي، قلت لي اليوم هاد الهضرة خطير نخزنها ونقول هذا اليوم. لا، قلت لي هذا خاص نتفاهموا على هاد الهضرة، ما لا تتقلت. نعم سي الحسين، على كل الكلام ديالك معك حلو سي الحسين، وتبارك الله استفدنا منك الكثير، وحنا سعداء بانك تكون صديق ديال البرنامج. حنا اليوم شفنا واحد النمط اخر من تفكير ديال الثقه بالنفس وديال الصرامه في القرارات والاختيارات. السي الحسين كنشكروك على هذه المكالمه الطيبه. كاشاره، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا نص حديث نبوي شريف اللي قال النبي الاكرم من يطع الله ورسوله فقد رشد، ويقول واحد الصحابي ومن يعصيهما فقد غوى، قال لله قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا تقول ومن يعصيهما. فاحنا سعداء بالمكالمة ديالك السي الحسين، وكنعاود نأكد اخويا، رغم هذه الثقافة الواسعة ورغم هذه الرؤية الفلسفية العميقة ورغم هذه الثقة بالنفس ورغم هذه الجوالات كلها عبر مختلف بقاع العالم، كنا عاود نرجع ونأكد السي الحسين، لابد يا أخي الفاضل أن تفكر مليون ألف مرة في اختيار الزوجة، لابد أن تفرح الوالدة، ولابد أن تكون لك أنيس ويكون لك ذرية، لأن العمر يمضي ولابد من الأولاد يبقوا خلفنا كيترحموا علينا بالرحمات وبالبركات.
وماشي بالضروره تكون هذه المراه مثقفه وكتفكر مثل تفكيرنا. نديروا غير النيه كيف داروا والدنا من قبل، بسم الله توكلت على الله، وديك المراه واخا تكون مختلفه علي غيجعل ربي ديك الاختلاف تكامل معي، اختلافه عني غيصبح تكامل معي. وكاين تجارب ناجحه في المجتمع كنشوفوها، ناس تزوجوا الحمد لله ومتباعدين في التفكير، متباعدين في المستوى الدراسي، متباعدين في التقاليد والعادات، ولكن داروا غير النية، وربي عز وجل جعل الاختلاف بينهما تكامل وليس تضاد. نسأل الله تعالى أخي الحسين أن يحفظك ويرعاك، وإن شاء الله تسمعنا أخبار الخير في القريب العاجل، وتفرح الوالدة بأنك تقول لها يلا قومي اخطبوا لي واحد البنية، وغتكون إن شاء الله تعالى أب وتكون عريس، ونفرحوا بك جميعا، وتعاود تواصل بنا وتزف لنا البشارة. الله يكمل لك رجاء أخي الحسين. ونعتذر لمكالمات كثيرة بالعشرات كانت في الانتظار ثم انقطعنا الخط لطول المكالمة مع السي الحسين، فمعذرة للجميع. واللحظة نتحول من دار البيضاء إلى إقليم قرسيف مع أختنا نزهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير عمي الحاج لبس عليك. حيك الله نزهة. وسمحي لنا. هذا من والله لو واحد الشعور كبير، وكنتمنى من الله يجازيك ويكثر من مثالك ان شاء الله. الله يحفظك لاله نزهه، اسمحي لي نطولنا عليك في المكالمه، خلينا كتنتظري بزاف. معليش واحد الفرحه ما نقولكش ما نعبرش عليها والله الا. اكرمك الله. كنشكركم بزاف وكنشكرك على هذا البرنامج، وكنتمنى لك ان شاء الله النجاح. وإن شاء الله يديرك ربي ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله يا رب. انا واياكم وجميع المسلمين يا رحمن يا رحيم. أنا عندي واحد المشكلة ديال حياتي. نعم. بغيت نعاودها لك. نعم. كان تزوجت في 2003 وفشي الزواج ديالي. نعم. إيوا وتزوجت واحد من العائلة. إيه. إيوا وقع عندي معاه واحد الوليد. نعم. إيوا وكنتمنى من الله كي قالها يا ربي يوريني فيه إن شاء الله ذرية صالحة و هادشي ما كنتمنى يا استاذ. يا رب يا رب. ديك الساعة صافي ملي كان عندي ذاك الوليد صافي حتى واحد ما تقدم لي الزواج ولا. الله 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 الله. وكنتمنى من الله كي قالها يشوف محل اي واحد ان شاء الله يا ربي. يا لله. يا اكيد اختي ربما كتمنى ان شاء الله تكوني فرصة الاولى ربما ما كانتش كاملة. هناك فرص كثيرة اختي بالنسبه للناس اللي كيتقدموا، واش دائما كيقلبوا على المراه اللي كتكون عازبه ولا المراه اللي مطلقه او ارمله كينظروا ليها شي نظره خاصه؟ ضروري هذيك كاينه في المجتمع ديالنا ناقصه يا استاذ. لا اله الا الله. كاينه في المجتمع ديالنا ناقصه المراه مطلقه مهم اي واحد ما كيتقد لهاش كيبغيو المراه العزبه وداك الشيء، ولاني ما كيشوفوش العقل ويشوفوا لأي واحد اللي منقول لك لا إله إلا الله وصافي. لنزهة بعد مرات كنلقاو بعض الرجال هو متزوج ربما كيفكر في التعدد وكيبغي يقصد واحد المرأة اللي هي أرملة أو مطلقة وعندها وليد، كيقول غادي تضيع غنجمعهم كاملين. واش المرأة اللي كتكون مطلقة أو أرملة واش تقبل فكرة التعدد أو كتمنى يجي رجل عازب أو مطلق ولكنه ما مرتبطش؟ كتمنى اي واحد كيتمنى يكون عايش غير راسه، ماشي دابا كل شيء. كان ذاك الوقت الناس كانوا كيصبروا لاخر، دابا اي واحد دابا بنات اليوم بنا ما كيصبرش. حتى ايام زمان غير هذه واحد 30 عام 40 عام ما كانش شي مرأة كتبقى بلا زواج، يعني واخا تطلق او يموت لها الراجل ما كدز العده كيف ما كانت هذه المرأة كيف ما كان شكلها ووضعها، الا وكتلقى الرجل اللي كيتزوج بها وكيبقى داك الشيء مستور عند الجميع. دابا الان مع النظام الجديد ديال المدونه ولا صعيب ان كل مراه تجد زوجا مستقلا يكون في الرادي، صعيب شويه ولا؟ ومع ذلك ربي كبير سبحانه، ربي كبير سبحانه. اختي نزهه الله يكمل لك الرجاء اختي نزهه. يا ربي وعندي واحد الاخر امين. نعم. وعندي واحد كسميته واحد مرت الاخ ديالي مسكينه غير 20 سنه وتصابت بالسرطان. الله اكبر. ومسكينه عيات تعالج دابا قريبه عامين وهي كتعالج مسكينه، ودابا مهم دار داك الشيء ميو ودار داك الشيء والو، ودابا مسكينه كتشرب داك الاخر حتىك داك الماء ديال الجمال. هي بول الجمال، بول الجمال فيه شفاء. نعم قيل في انه من دواء.
دواء بول الجمل. ضربت 10 ايام مسكينه متابعه وجلست شي 3 ايام عاودت راها كتمشي كتشرب. فسعيت لها قالت لي بحال اللي كتجيني تخفى وكتخف داك الشيء صافي ما كتقلق. الله الله الله. فهي الماكله ولا حتى شي حاجه. الله اكبر. الله يشافي ويعافي. نتمنى من الله يشوف من حالتها مسكينه وهي صغيره. المهم شنو نقول لك يا ربي تشافيها وتعافيها. اي واحد كيتمنى يولد واي واحد كيتمنى يتشافى هادشي ما كنطلبوا له. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. لا ننزها لا ننزها هاد المصائب اللي كتنزل. نتمنى تفكرها ان شاء الله يا رب. كي قال لها بالاخر ديالك بالدعاء ديالك يا رب. وقاع المسلمين وقاع رحنا كنقولوا امين. الله يكثر خيركم اختي نزهة. جميع المرض مساكين الله يشافيهم ويعافيهم. لا اله الا الله. كما كنتمنى يا استاذ الله يكثر من مثالك يا استاذ. الله يحفظك. الله لنزهة. الله يكمل لك رجاء لنزهة. نطلب الله عز وجل في القريب العاجل يعوضك خيرا مما ضاع. الله يعوضك خيرا مما ضاع. واسألك الله تعالى شي ولد الناس يا استاذ ما كيبغيش يقرا دابا غير كتذكر له القرايه كيبقى غير كيبكي غير سير تحفظ كيبقى يبكي وانا كنشوف ولدي كيضيع بين يدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. ولا لنزهة شكون كيقوم بالدور ديال الاب؟ واش عندك شي خوك كبير؟ عندك الوالد ديالك؟ حتى هذا الوليد فات السن صغير خاصو السلطه ديال الاب. خاصو يكون مع شي واحد يكون في مقام الاب يكون معاه. كاين ولاني ضروري يا استاذ راك عارف كاين الاخر الاب ديالي ربي يحفظه هو اللي كيلقي السند ديالي والاخوان ديالي كاملين. الحمد لله. كنتمنى من الله يجازيهم كاملين. اللهم امين يا رب. والمهم عندي خوتي على برا وعندي خوتي اللي هنا في المغرب الله يعطيهم ما يتمناوا هذا الشيء. الحمد لله. ان شاء الله نطلب لهم الصحه والرزق ان شاء الله. الله يخليهم لك يا رب. الله يخليهم لك والله يفرحك وربي يعوضك بشي زوج صالح في القريب العاجل. يا ربي يا كريم. انت مازال باقا شابه صغيره ومازال نعم. وعندي خواتاتي اسمح لي يا استاذ قطعتك واحد المهم شنو نقول لك واحد الفرحه ما نعبرلكش عليها والله. عندي خواتاتي كاينه حتى هما كاينه اللي كبيره عليا وكاينه عاود اللي صغيره عليا. انا دابا يمكن في 82 اللي عندي. تبارك الله باقا صغيره مازال امامك الحياه طويله. لا لا بقى شابة مازال يمكن هكاك. وعندي الأخت ديالي عاوتاني كبر مني مسكينة ما مزوجاش وأختي اللي كبر مني هي مخطوبة إن شاء الله كنتمنى الدعاء معاهم كاملين يا أستاذ يا رب. وما تنساليش دعي لي مع الدراري وربي بليهم بصلة كاملين كيصليو أخوتي إلا واحد جوج كنتمنى من الله. وكي قال لها واحد الآخر كنتمنى من الله كي قال لها يهديهم ويصليو راه ما كيدوم غير الصلاة ودشي باش نروحوا عند الله. يا اختي نزهة يا اكيد يا رب. الله يبلينا وبليهم بالصلاه يا رب. الله يبلينا وبليهم بذكر الله. الله يجعلنا واياهم من الذين يتزاحمون على الصفوف الاماميه في المساجد يا رب يا كريم. اختي نزهة الوضعيه ديالك ان شاء الله تعالى راه ربي الفرج قريب وقريب قريب بزاف. خلي عملك في الله كبير. انت مازال باقا صغيره 34 سنه مازال امامك الحياه طويله وطويله. الفرصه الاولى التجربه اللي عشتيها قضى الله ما قضى ولكن امامك مازال الحياه طويله. ربي الله يكمل لك الرجاء ويسوق اليك الزوج الصالح ويباركك الله في الوالدين والاخوه والاخوات ويجمع الشمل ديالكم. وبقي معنا في ختام الحلقه. احنا ليله الجمعه ليله طيبه معظمه عند الله. هذه الليله هي كيرد فيها الله تعالى الروح على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي باذن الله تعالى ثم ندعو الدعوات وربي عز وجل يعطي لكل منا سؤله حتى ولو كان القدر مكتوب يتغير بأمر الله تعالى ويكون في صالح العباد المؤمنين بفضل الدعاء كما جاء في الحديث ولا يغير القدر إلا الدعاء. وربنا عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أكيد أن السادة المستمعين ربما شعروا بواحد نوع من الأسى أو ببعض الألم في مثل هذه المكالمات. احنا اليوم غنروحوا على نفسنا بواحد الفاصل نتمنى على ربي سبحانه وتعالى يدخل الفرحة إلى القلوب ويذكرنا بأيام زمان أيام الزمن الجميل ملي كانوا الناس عندهم النية وملي كانوا الناس ما كيحسبوش بزاف وما كيوضعوش العراقيل كثيرة في الطريق مخلينا على الله وغادي في الطريق وربي سبحانه وتعالى كيفرج وكيفتح ابواب الفرج وابواب التيسير. غنرجعوا للزمن الجميل
ونقوم عاد الفاصل الجميل ثم نعود لنواصل حديثا جميلا فابقوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر، وما تزال المكالمات الهاتفية تتقاطر علينا من مختلف المدن المغربية الحبيبة، ومعنا أحبة كرام يطرحون مشاكلهم ويدلون بدلوهم، ونستفيد جميعا كما جمعنا الله تعالى على أثير هذه الإذاعة. نسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وبجبل عرفات وفي منى ومزدلفات، ويجمعنا وإياكم في واسع رحمته في جنات الفردوس مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللحظة نأخذ مكالمة من أرفود مع أخينا سي البشير. السلام عليكم سي البشير. كيداير أستاذ لاباس عليك؟ حياك الله مولاي. الله يكبر بك أستاذ، وكنشكروك على هاد المجهودات اللي كتعمل، وتبارك الله على هادشي اللي كدير، وهادشي اللي كدير الله اللي يعزيك. الله يعزك أخويا البشير. وكتحيد الهموم على هاد البلاد وعلى الناس والمساكين، وهاد التوعية اللي كدير. وكنشكرك بزاف على هاد البرامج، وكنشكر هاد الجنود الخفاء اللي كيعملوا ما كيبانوش مع الإذاعة ديالكم، وكنشكر المستمعين الكرام. شكرا لك سي البشير، وحنا كنشكرك بدورنا سي البشير على صداقتك للبرنامج ومشاركتك المتواصله. الله يبارك فيك استاذ، وكنشكرك بزاف، وكنشكر المستمعين الكرام، وكنشكر هذه الاذاعه المحبوبه، وكنشكركم الله يعاونكم، وكنشكر هذا الاعلام. انا راه ولا عزيز على الاعلام بزاف، وكنحب هذا الاعلام واللي كيعطي هذا الحمد لله لهذا التقدم. وانا راني كنشوف المطار الحمد لله الدولي ديال محمد الخامس على هذه المجهودات الجباره اللي كيعمل هاد الملك الهمة من هاد البلاد. الله يعاونو الله وكنطلب هاد المسؤولين يعاونوا هاد سيدنا ونتعاونوا وكل شيء كل شيء. أي إنسان كما سبق الأخ الكريم اللي داز قبل مني كنشكرو، وأنا ما كرهتش نتلاقى مع داك الأخ الكريم. نعم سي الحسين من دار البيضاء اللي هو مكفوف، ولكن عنده قوة إرادة والعزيمة وهز الهم في قلبه وباغي يصلح وباغي الأفضل. سنة ولكن كان هزلنا، وانا دكتور بزاف تاين على هاد البلاد وهاد الناس، لان انا الحمد لله لان بقيت كنخدم على المملكه كيجوني جمعيات بزاف لهاد انت كيجيني رئيس جمعيه حتى كيخرج لي اما من بني ملال اما من خريبكان من الخميسات. يلاه كانوا معايا اليوم جوج رؤساء ديال واحد الجمعيه، واحده من ازيلال وواحد الجمعيه من اليوسفيه، وانا مستعد نعطي لهاد الوطن ان شاء الله غادي نخرج منه ان شاء الله الكنز، ونخرج منه الذهب من هاد البلاد، لان انا هادشي عطى لي الله سبحانه وتعالى ما عطى ليش واحد. السي البشير شنو هو المشروع اللي كتشتغلوا عليه في اطار هذا العمل الجمعوي؟ انا كنشتغل على جميع ان شاء الله كنشتغل بصرامه في مجهودات جباره، الصرامه في جميع الميادين في القران الكريم، التجويد والتحفيظ اللي ان شاء الله باش نعطوا علماء لهذ البلاد، ونعطوا الدراري متجودين اللي كنشتغل عندي الحمد لله ليجان اللي كتخدم معايا واحد الجمعيه في ارفود منهم سعد الواحد عمراوي كنشكروا لي في واحد الجمعيه في المعادي اللي داير واحد اللجنه ديال القران. وضروري دكتور خصك تعود عندنا ان شاء الله، وكنسلم عليك العائله ديالي كامل، وكنسلم عليك واحد العمه راه كبير. الله يرفع مقامكم مولاي. ادعوا معايا، انا كنطلب المستمعين يدعوا معايا، اللي انا راه اللي باغي نعطي لهذا الوطن، وانا متقاعد ودوس ابلي وباغي نزيد نعطي لهذا الوطن، وان شاء الله غادي نعطي الوطن ما في المجهد ديالي. انا التليفون ما كيريتش عليا النهار، والتليفونات معايا الناس، ولكن هذا الشيء الله اللي عطاني هذا الشيء ما عطاني شي واحد. سبحان الله. كنشكرك نعم بالله. وكناخذ منك تجربه أستاذ ديالنا. العفو سيدي. كنشكرك بزاف يا دكتور، راني جيت عندك الاذاعه وبالامارات طلعتني السانسور ودخلتني الاذاعه، وكنشكرك بزاف يا دكتور. الله يرفع مقامك. الله اللي غادي نجي عندك ونديروا واحد الجلسه انا وياك، انا نهار الاثنين كيكون عندي الرب وما كنكونش خدام، ونديروا واحد الجلسه انا وياك. نعم. والحمد لله عندي معلومات الحمد لله. نعم نديروا حفريات في الذاكره. حفريات في الذاكره ديال سي البشير. يعني قبل ما ما نسيتش وجيت عندك ومازال ما عطيتنيش. نعم. ناس العيون. ناس ديال العيون. اياه. نعم. ان شاء الله تعالى باذن الله. لان غادي ندير مسيره من ولاد بوزيان للعيون. حكينا دابا اللي كيقول لك هذا كي غادي يدير له، ولكن الله اللي غادي يعاونني، لان ربي غادي يعاونك ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك الدكتور. نعم. وفي العيون الحمد لله راه ملي مشينا اخر مره كانوا تما الحمد لله الناس طيبين اللي هما كيقدموا الخدمات. سي البشير لمشيتي للعيون وتلفتي.
وما عرفت فين تمشي مركزين اساسيين لا مركزين اساسيين غيقدموا لك الدعم. المركز الاول هو المجلس العلمي ديال العيون في علماء اجلاء، يعني غتوصل عندهم غتلقى عندهم الخبره في المجال الديني وكذلك في المجال الثقافي والاجتماعي حقيقه. والنقطه الثانيه المقر ديال العمل ديال العيون تما كاين واحد القسم الاجتماعي راه عنده واحد القدره مذهله في البيانات كل اللي تحتاجها. والمركز الثالث تما كاين المقر ديال التلفازه ديال العيون ايضا حتى هما عندهم واحد الخطر كبير ويوجهوك ان شاء الله في التظاهرات اللي بغيت تقوم بها. عندك دكتور جيت عندك دكتور يا شيخ الكبير وكلامك عسل ولا طيب الى قلتي طيب. انا جيت عندك وداك الاستقبال استقبلتيني وطلعتيني في السانسور انا وداك السيد رجل واحد الرجل ما عقلتش من بلاده واحد شلح. نعم سيدي جينا انا وياك والمهم وخليت لك واحد السوفونير تمنايا. يا سيدي الله يكلم لك الرجاء يا رب. الله يحفظك باش تفكرني وهذاك الشيء ولكن عزيزه دكتور وكتخدم الله يعاونك. بنا مثلا انا درت الماراثون نجح دكتور نجح الحمد لله تبارك الله نجحت تبارك الله. سي بشير هذا الماراثون اللي بغينا نحصلوا له بعض الفوائد ديالو شنو الفوائد المهمه ديال هذا الماراثون اللي كتقوموا به؟ دكتور باش ما ينحرفوناش الدراري يمشيونا للمخدرات وباش باش نبليوهم فهمتي؟ نعم. والحمد لله اللي جاوا الحمد لله الدراري واحد دار شحال تقول دار 11 كيلومتر دار تقريبا 28 دقيقه تبارك الله اللي دار وراه طلبوني انا الحمد لله تلاقيت مع كاح فهذه مات في الجامعه الملكيه لالعاب القوى داروا معايا ان شاء الله غادي يكون 13 مارس غادي يكون واحد الماراثون الدولي في الرباط ان شاء الله اللي غادي نشارك معهم وغادي ننظم معهم هادشي ان شاء الله. نعم. بالنسبه دكتور واخا طولت على المستمع الكريم الى انا باغي ندخل معك واحد التفاصيل بالنسبه قلنا القران ان شاء الله كنطلبوا من الجمعيات ومن الاباء باش يدوا ولادهم المساجد لان اذا كان الولد انا بالحكم واحد البنت عندي حيت انا عندي البنيه وحده الله يخليها لك ودعونا معاها ودعونا مع العائله الله يقرب بها العيون يا رب الميتين. والحمد لله البشير راه كيشكروا في البلاد كاملين كيقولوا لي فراني كيهضر معاك قريبا البشير بقى كيقلبوا عليا فاش هوت هذه المره. نعم سيدي ودرنا واحد الجمعيه ديال المتقاعدين وداك الشيء الحمد لله وحنا راه كنتعاونوا ما هو بالنسبه للماراثون قلت لك دكتور باش ما يتبلوناش الدراري بالمخدرات وينحرفوا لنا الى واحد الماراثون ودرنا الحمد لله وعطانا عداء بحال هذاك الربيعي تبارك الله اللي هزنا الرايه فعلا هذاك النهار ذاك الدري الصغير اللي جبتيه بقيت كنبكي ذاك النهار وانت كتقول له ذاك المؤذن قال لك فينا غادي نودن غادي يودن قال لك في القدس ما شاء الله دكتور تبارك الله عليك. وكاينه واحد النقطه مهمه دكتور بالنسبه قلنا الثقافه المهم مثلا الاب خصني نتبع التلميذ ديالي الولد ديالي فين كيقرا وكاين دابا بالله عليك الدكتور مثلا كيجي الاستاذ ويمنك ما يجيش خصو يجي خصنا جمعيه الاباء ماشي جمعيه الاباء نصابوا السبوره ونصابوا روبوني ضع حنا نشوفوا واش كيجي ذاك الاستاذ واش كيجي ذاك المعلم واش كيقريوهم واش الولد مجتهد حيت تقول لواحد دابا حفظ لي من واحد الى عشره ما يعرفهاش ماشي مشكله يعني ما شاء الله والملك الله ينصرو اللي عطى الحمد لله المجلس الاعلى للتعليم باش نهضوا بهذه البلاد. سيدنا كيطلب هذه القضيه خصنا نعاونوه كاملين من المسؤولين من الاباء الجمعيات المجتمع المدني والاساتذه ولا دابا اذا ما قراوناش هاد الاولاد هما العمده ديال المستقبل حقيقه دكتور هما الادخار ديالنا كاملين. وقلت لك بالنسبه للرياضه قلناها دكتور وبالنسبه انا غادي ان شاء الله هذيك القران غادي يكونوا معايا نشوف علماء ولا ان شاء الله لان قريب كان انا اعطيتهم دابا لواحد المدرسه راه كدير واحد التجويد المسابقه التجويد اللي دايره معايا كنشكر واحد الناس في المندوبيه الاوقاف الرشيديه اللي غادي يعطوني ساكن الدعم باش الجوائز تبارك الله اياه الحمد لله كاين المصحف المحمدي الشريف الذي يعطى بسخاء للجمعيات اللي كتشجع على تحفيظ القران الكريم. هما طلبوني يا دكتور باش ندير هذه المسابقه وانا هضرت مع شي مدارس راهو كيسمعوا فيا شي مدارس الحمد لله باش نديروا هذه المسابقه وانا قلت لشي مديرين راه حتى هما كيتصنتوا لي دابا شي مديرين في ارفود انا كنقولها لهم من هكذا حيت انا كنهضر بالتليفون حيت انا دابا انا في الدار البيضاء خدام في المطار محمد الخميس تبارك الله ماشي مشكل
بس البشير دابا انت متقاعد ياك؟ متقاعد وكنخدم في لا سيكوريتي دابا. ودابا الغريب في الامر ان الانسان كنشوف في الثقافه عامه عندنا بان المتقاعد ملي كيتقاعد كيجلس ويريح في الدار وكيقول لك انا مريض ما قاد نخدم. حنا بغينا نعرفوا تبارك الله وصلى على النبي عليك منين جبتي هذه الطاقه اللي انك بعد التقاعد لقينا فيك روح الشباب جديده، الشباب ما بعد الستين. انا ملي كنت صغيره دكتور انسان كنت نشيط وعندي واحد الشجاعه وانا الحمد لله عندي انا دابا الحمد لله اللي بقى كي الحمد لله كاين الحمد لله طاقه في هذه البلاد وكاينين الاخيه اللي كيخدموا جنود الخفاء اللي كيخدموا باش ان شاء الله هذه البلاد لان انا كنقولها من راسي باش هذه البلاد نوقفوها باش ما بغاو هذ المفسدين خصنا نشوفوا كي نديروا نحيدوا هذ المفسدين باش هذه البلاد نوقفوها باش ما بغاو. انا الله يهديهم الطريق المستقيم ويعدوا مصلحين يا رب. حقيقه دكتور هي بالنسبه باش نعاودوا نخرجوا واحد النقطه مهمه قلت انا بالنسبه للتقاعد ديالي انا كنت ناشط فهمتي. نعم. انا الجوله ديالي درت حيت خرجت انا صغير فهمتي. نعم. والحمد لله سافرت بزاف مشيت لطنجه مشيت للعيون اكادير المهم الحمد لله المغرب كامله عارفين مشيت عندي الاصدقاء عندي الاصحاب ديالي حيت دابا ما بقيتش كنخدم انا في ارفود دابا بقيت كنخدم دابا بجميع الجهات في المملكه. دابا طلبوني جمعيه تقلبوا عليا ما عارفين اتصلوا بيا وداك الشيء انا دابا بقيت كنخدم على المملكه دابا. تبارك الله تبارك الله الله يكمل لي الرجاء. طلبوا عليا وحدين دابا انا كنخدم تاسفيه الله هضرنا واحد الجمعيه اليوم عاوتاني جاتني واحده من ازيلان لان كنخدم معاهم وكنشتغل معاهم. ونقطة أخرى باش نخرجوا دكتور من هذه القضية ويسمحوا لي المستمع الكرام. نعم. طولت عليهم ودكتور اسمح لي حتى أنت الله يجزيك بخير. العفو سي. وبالنسبة إن شاء الله غادي ندير واحد التأطير مع الناس اللي كيديروا الفلاحة. مزيان. وأنا أنا مستعد النمرة ديالي أنا غادي إن شاء الله غادي أي رئيس جهة غادي إن شاء الله نمشي نتقبلوا وغادي نجلس معاه. نعم. حيت معايا صحافة اللي كيوجهوني صحافة أصدقاء ديالي اللي قال لك تمشي مشيت أنا الحمد لله كنشكروا الوالي ديال جهه الرشيد ديال اللي استقبل المتقاعدين كنشكرهم في هذا البرنامج وكنشكرك انت دكتور اللي كتعطينا الحمد لله معلومات اللي كنستافدوا منك استاذ وكلامك عسل وكلامك طيب وانت راجل كريم في هذه البلاد وكنشكرك بزاف والله اللي يجازيك. بالنسبه قلنا الفلاحه غادي ندير ان شاء الله التعاونيات اللي غادي نتعاون معهم راه جاتني واحد التعاونيه في النواحي ديال ميسور مزيان عندهم هما اللوز بارك الله والمشماش وعندهم داك الشيء ديال الزيتون هضر معايا واحد الاب وكاينين واحد الفقهاء عندنا في ميسور قلت لهم سولوا عليا انا راه واحد سميت واحد الطالب على تما تبارك الله واحد الصوت عنده ما شاء الله تبارك الله وقلت لهم انا ماشي مشكل انا نشتغل معكم ان شاء الله باش هاد الدراري ما ينحرفوا لناش شي مثال غادي نشوفوا مثال غادي نزول الجمعيه وغادي ندير واحد الاجتماع معاهم انت اش باغي دير مثلا نعم خيمه تواصليه تكون مع ولاد الدوار كل واحد يحكي ويتكلم اش باغي يدير واش دارو واش ناهي الافاق ديالو بحال غادي ندير واحد وغادي نقرا على الادمان بعدا اولا غادي نشوفوا له يحفظ نشوفوا يقرا القران ويصلي ونشوفوا له واش كيدير الادمان باش ان شاء الله لأن غادي ندير واحد غادي نقرا في واحد الجمعيه هنا ديال الادمان في الدار البيضاء اللي جات حدا المحطه ديال ولاد زيان ان شاء الله كنقلب عليه راني لقيت المقر ان شاء الله غادي نقرا عليهم نقرا على شي ديال الادمان وانا دابا راني خدام مع الدراري هنا في الشركه ديالنا وكان يلاه اجتمعت مع الدراري تبارك الله. والسيد بشير كيبقى لك الوقت اخويا لهذ الانشطه كلها ايوا نيت الله اللي معاوني يا دكتور معاوني ولات الدار والبنيه كتشوفهم شويه ولا كتغيب عليهم؟ التليفون لا كنهود يلاه جيت من عندهم كنتصل بهم وكان عندي سميتها اكرام عزيزه عليا تبارك الله الله يخليها لك السيد بشير الله يكبر بك ودعوا معنا دكتور دعوا يا وكنطلب المستمعين الكرام اللي ان شاء الله غادي نخرج الدرب في هذه البلاد ونخرج ان شاء الله الكنوز من هذه البلاد وغادي نعطي لهذه البلاد ان شاء الله في جميع الجهات ان شاء الله وانا ضد الفساد وانا ما عنديش الكبده الخوف انا كنعرف هي سيدنا في البلاد وكنعرف الناس الاخيار اللي بيعطوا لهذه البلاد انا معاهم انا ضد الفساد نعم. انا فين ما كان الفساد كنمشي له انا ضده انا الحمد لله الدكتور كنشكر الدكتور ديال الاوبيتال ديال اللحم والحمد لله اللي ولا اللحم كيتنقى كان عندنا اللحم شويه ماشي مزيان والحمد لله ولا كيتنقى وانا كان كنخدم ثقافي رياضي حرفي المهم انا عندي جوج دبلومات واحد ديال البني واحد ديال الطبلومبيز تبارك الله تبارك الله سي البشير الكلام معك حلو كثير لولا ان هناك مكالمات كثيره ولكن كنبغي ناكد بانك سي البشير اعطيتنا نموذج لرجل مغربي اللي هو كله حماس كله حيويه كله شباب. حنا كنتاسفوا بعض الناس المتقاعدين ملي كياخذوا التقاعد كتلقى دائما هز واحد الميكا فيها الادويه وكيبقى يتنقل من مصحه لمصحه وكيبقى يقلب على العلاج
واحد الوصفة جميلة للمتقاعد باش يحافظ على الصحة دياله ويبقى دوما شباب حسي البشير، هو أنه ينخرط في العمل الجمعوي. ملي تاخذ تقاعد خلي عندك جوج الأهداف أساسية. الهدف الأول هو الصف الأولادي في الجامع، ديما تكون في الصف الأول في الجامع، ما تخليش الأذان يودين عليك وانت خارج الجامع. أنت متقاعد وقتك هو الأذان والصلاة في المسجد، هذا الهدف رقم واحد. الهدف رقم اثنين هو دير بحسي البشير كتنخرط في جمعيات تربوية واجتماعية وثقافية ورياضية حسب الميولات ديالك، وإن شاء الله كل متقاعد غادي يكون في روح الشباب وتبقى سنوات طويلة أمامه وغادي يعطي لهذه البلاد. كنحييك السي البشير على الروح الوطنية، على هذه الغيرة، على هذا الوطن العزيز، والله يكمل لك الرجاء. ومرحبا بك دوما صديق حميم للبرنامج. نعتذر لمجموعة من المكالمات اللي كانت في الانتظار ثم انقطعت. نتحول الآن من أرفود إلى مكناس مع أختنا كوثر. السلام عليكم دكتور قرايبان. وعليكم السلام للا كوثر، كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ربي ونشكره. وسمحي لينا طولنا عليك شوية في المكالمة. معليش يا دكتور. يا مرحبا بك. أنا 4 سنين الزيادة وأنا مجوجة، مازال ما جابش الله الوليدات. لا إله إلا الله. بغيتك في الآخر الحلقة دي معايا، الله يسهل عليك. يا ربي يا كريم، يا ربي كريم. أختي كوثر، لا إله إلا الله، الله يسقكم الدرية الطيبة. لا إله إلا الله. كنا بالأمس كانت هذا هو الموضوع دي الأمس، تكلمنا على تأخر الإنجاب عند بعض الأزواج، وكانت حلقة دي الأمس في هذا الموضوع، ودنا واحد دعاء طويل وعريض. وإن شاء الله ربي نطلب الله تعالى لا نيأس من رحمة الله أبدا أبدا. وربي سبحانه وتعالى ليلة مباركة، ليلة الجمعة، فيها الدعاء مستجاب إن شاء الله. أختي كوثر الله يكتب لكم مكاتب الخير، ندير واحد دعوة ديال الخير. والسادة المستمعين معنا لقلوبهم عامرة بالإيمان يؤمنون، يقولوا آمين آمين، وأكيد أن الله تعالى يسعدنا بكرمه وجوده وعطائه ومدده. اللهم آمين يا رب. الله يكمل لك رجاء أختي كوثر، والله يسعد قلبك في القريب العاجل بالذرية الطيبة ذكورا وإناثا. آمين يا رب. ومن مكناس نتحول إلى بركان مع أختنا أسماء. السلام عليكم للا أسماء. أهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. كي داير سيد الحاج لاباس؟ الحمد لله والشكر لله. أنا بغيت نحكي لك واحد المشكل عندي كبير عمي الحاج. عرفت منين غادي نبدا؟ لا إله إلا الله. المهم أنا زيدت البادية. نعم. وعندي جوج ديال خوتي كبار عليا واختي. نعم. والمهم الاب ديالي ما بغاش يقريني، قرا غير خوتي اللي كبار عليا. نعم. ومن بعد كان با بغى يعاود واحد الدار يعني هكا قديمه وكل شيء. وكنت انا كنتعب بزاف، كنقلع كالحجره، كنسقي الماء، كنتعذب يعني، كنمشي هكا على الغلام وكل شيء يعني، ما عنديش هكا نقدر نهضر ولا نقول عييت ولا نشكي ولا شي حاجه. نعم. من بعد هكا درت 17 عام 18 عام يعني جا واحد السيد ما سولني ما حتى شي حاجه هكا. نعم. ديك التماره وعطاني ليه. وهاد السيد باش اعطاك لي اول مره الوالد استشروا معاك خذوا الرؤيه ديالك، كنتي فرحانه بهذا الزوج ولا فرضوا عليك؟ ابدا، هادشي غير يعني غير ذاك السيد صافي عطوني ليه، ما شوروا معايا ما حتى شي حاجه يعني بحال صدموني. وما قلت لكش على الصخور يعني دكتور، على الاب ديالي ما كانش كاع كيبغي يشوفني. لا اله الا الله. وامي كانت عندي 7 سنين بحال هكا كان كيشوفني كيقول لي درك يعني ما عندكش الحق تقص قدامي ولا تهضر معايا ولا شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. وما كنت كيحملني، كان يعني كيعايرني كي. لا حول. خوتي بحال هكا كيفرح بيهم، كيسلم عليهم، كيدير لهم الخاطر وكراهم، يعني ما وصلوش لشي حاجه، ولكن هكا 7 هكا 6 صافي خرج على حسب الدراسة بعيدة علينا وكل شيء والإمكانيات هكا ما كانش. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن أنا ما كنت كيحملني نهائي، كنت كندخل لي واحد البيضة هكا صغيرة نتاع العواد وكل شيء، كنسد عليا وبقى نبكي. لا حول ولا قوة. ما ناكل معاه، ما نجلس معاه، ما حتى شي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. درجة يعني ما كيحملش البنات نهائي. وأنت اللي عنده بنت ولا عنده خوات أخرين؟ لا كاينة واحدة أخرى كبيرة عليا. تيكي تعمل مع نفس المعاملة؟
لا هي شويه كيما كان الحال كانت كتاكل معاها كتجلس معاها ما شاء الله. انا ما كانش كيحملني نهائيا لا حول ولا قوه الا بالله. كبرت يعني درت 16 عام كنت كنسرح له النعاج وكل شيء يدير الحواله ويبيع عاد شويه ما شاء الله. واسماء ملي يعني انا كنت كنموت على القرايه يعني ملي درت 7 سنين كنشوف البنات كيقراو وكنبقى نبكي الله 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 العظيم دكتور تكي ود الفجر عاد كنعس كنوض ماشي مره كتبقى تضربني هكا بالصندلات اللي كتضرب كتبقى اللحم ديالي الزرق لا حول ولا قوه الا بالله اللي صدعتني ما خليتنيش الناس وا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم قعدت شي انا عشت واحد المره انا نعسه في ديك البيوت كنلقى واحد الحنش هو غادي يدني من العين تاعي وانا بالعليه بالسلك كي غادي ندير ما شاء الله ما شاء الله بقيت نبكي نبكي هذيك تخرج لا حول ايوه لعبت اللي ما كيحملنيش كاع علي حدي الان دابا قلت لك ملي كبرت هكا درت 18 عام 16 عام نعم صافي عطاني داك السيد وداك السيد كبير عليا عنده 30 عام وانا عندي 18 عام هكا اياه ولقيتي في الحنان لقيتي في العطف اللي افتقتي في الوالد بالعكس اللي جيت عنده غير الام ديالو اللي كانت كتشفق عليا وتحنس المهم هو ما كانش كيعيش معايا نهائيا في الدار جلست 20 يوم هكا ومشى مسافر لشي مدينه اخرى كيخدم وحيت هو كيكون في الخارج ما كيكونش هنا في التميد الله 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 وين ما تفهمناش هو قاري انا ما قارياش هو كبر في المدينه انا في العروبيه هو كبير عليا انا صغيره في هذيك تخلق فيا واحد الخوف مع الخوف ديال با بقيت كنخاف منهم كل شيء كاع موالين الدار كي اللي صغير عليا كي اللي كبير عليا لا حول ولا قوه الا بالله اللي قالوا لي كنديرها وما كنديرهاش في راسي من اللبس من ناكل من التعجل غير الشقه غير الشقه ما شاء الله. الفلوس اللي كان يصيفقها بنت موت ديها اخوتي انا ما نتصرفش كاع فيها لا حول ولا قوه الا بالله هي هذيك وانا نجي واحد المره نسمع كيقول لامو هي اللي جبتيها انت انا ما بغيتهاش واش ندير بيها ما قارياش وكل شيء صافي تما كان لا حول ولا قوه على المشكل ديال الباوا شحال بقيتي مع هذا السيد لالا اسماء في الزواج؟ انا لحد الان باقا مع هذه 7 سنين دابا اعطاكم الله شي وليدات؟ قعدت 3 سنين بلا اولاد وجريت وكل شيء ومهم الحمد لله عندي 2 بنات دابا تبارك الله لقيتي فيهم الحنان لقيتي فيهم العطف الحمد لله ولكن دكتور هذا المشكل هذا كيأثر عليا بزاف في حياتي لا اسماء دابا هذه اشياء وقعت انت لا يدك لك فيها الوالد ما فيش الحنان في قلبه الا جلست معاه وسولنا علاش غادي نلقاو حتى هو ضحيه شي احداث وقعت لي في الصغر ديالو ما خاش الحنان هو اصلا ما عاش مع الوالدين ديالو ماتوا هو ماتوا هو يعني بقى صغير فاقد الشيء لا يعطيه هو مسكين فاقد الحنان وانا ما كيتفاهمش كاع معنا تقول له ولا تناقش معاه ولا كيقول لك تكردوني انا قبيح ما يعني ما تسلكش معايا رد فينا العيب يبغي يضربنا يزعف حيت مسكين نشا يتيم ونشا في ضياع وما خاش الحنان والعطف في الصغر ديالو دابا انت لالا اسماء ما مضى مضى داك الماضي ما تخليش ما تبقيش عايشه فيه لانك دابا انت الان باقا عايشه في الجروح ديال الماضي نسي الماضي وداك الزوج لا عطاك الله التعويض هما دوك البنيات حاولي ما امكن تبني بنيتك بناء جديد انت وداك ملكك ومعك في يديك حاولي تعالجي نفسك عن طريق العنايه بالبنيات ديالك داك الشيء اللي انت كنتي محرمه منه شوفي في بنيتك لعبي معاهم الطفوله ديالك بحال غتبني الطفوله من جديد وغتبني تبني الفرحه من جديد بامكانك ان شاء الله تعالى عن طريق هذا انسي الوالد راه مسكين هو ضحيه ظروف صعبه انسي الزوج راه مضارب مع الزمان وفي الغربه ربي اللي عالم به مع الباترون ديالو مع الاوراق تما ومع الناس المشاكل والغربه ونسي كل شيء فكري الان في اسماء عطاك الله تعالى 2 بنيات هذوك البنيات هما كيكبروا وانت كتكبري معاهم من جديد اعتبر نفسك بانك طفله صغيره بيناتهم وديري معهم علاقة اللعيب كثيرة أعطيهم صداقة هم محتاجين منك الآن ديك الأم العطوف الحنون إياك ثم إياك تجلسي معهم وانتي مكسورة الجناح تجلسي معهم وكتفكري أش طرا ليك واش جرى ليك لا انسى انسى الماضي انسى غتقولي لي ما غنقدرش ننسى غنقول لك إن شاء الله غتنخرطي في حياة واقعية يومية مع بنياتك ولعبهم وضحكهم ومشوا للمدرسة وقري معهم داكشي اللي افتقدتي انتيا في الطفوله ديالك عوضي في بنيتك ماشي بالضروره يكون عندي المال المال غير وسيله راه غير قليل ديال المال ندير به المعجزات ماشي الكثره هي الاساس راه الناس عندهم مال كثير ومعذبهم
راه ممكن غير شويه المال ها وسيله بسيطه ونعيش اسعد مخلوق فوق الارض بالقناعه وبحسن التدبير. وان شاء الله تعالى ربي غادي يعوضك في ذوك البنيات وغدوز واحد المده اعتمدي على نفسك. راجلك ما كبرش منك بزاف، انت عندك 18 سنه هو 30، يعني هذا سن معقول نسبيا. ما تخليش الوسواس يقول بانكم متباعدين على مستوى العمر، راكم تقاربين الحمد لله. لان عاده في الزواج المثالي كيطلبوا من الرجل يكون كبر من المراه بعشر سنوات، هذا هو الزواج المثالي 10 سنوات، لان فيها الرجل كيكتمل في الرجوله ديالو في الفكر ديالو في القلب ديالو والاحساس ديالو، وكتكون المراه معاه مرتاحه. كل ما كان كبر من نفسين شويه كتشوف فيه بانه كبر منا عقلا ونفسا، وكينظر ليها برحمه وكينظر ليها بحنان وعطف. المستوى الدراسي عمره ما كان حاجز، واخا يكون عنده هو الدكتوراه وتكون انت عمرك ما قريتي ماشي بالضروره يكون هذا عامل، لان العلاقه الزوجيه ماشي شركه هي فيها ملفات ومشاريع واجتماعات عندها علاقه بالعلم والتخطيط والبرمجه والاستراتيجيه. العلاقه الزوجيه ما تحتاج هذه المعلومات كلها، كتحتاج واحد القلب نظيف، واحد المراه صادقه كتوفر جو اسري جميل لزوجها، كتعرف الاشغال ديال الطبخ وديال اداره البيت، كيجي الزوج كيلقى الطعام كيلقى الشراب كيلقى الابتسامه يلقى الوليدات زويونين. ليس بالضروره ان تكون عندها شهاده عليا، راه كاين استاذات ودكتورات ولكن عندهم مشكل كبير في اداره البيت وفي اسعاد الزوج. المشاكل اللي كتظني بانك هذا الزوج بعيد بينك وبينه راه غير وهميه، ما كاين حتى مشكل بينك وبينه، غير هو مسكين مضار مع الزمان والغربه والوحدانيه والوحشه والصعوبات، ربي سبحانه يعاونه ويبارك ليه. اذا حاولي ما امكن اختي اسمع انك نسي الوالد، راه مسكين محروم هو اصلا من العاطفه، لهذا ما عطاهاش ليك، فاقد الشيء لا يعطيه. ونسي المشكل ديال الزوج، راه زوج طيب وزوج متوافق معك. دابا انت الان فكري في اسماء وفي بنياتك، افرحي وسعدي والله يكمل لك الرجاء. وغنقول لك لاله اسماء واحد القضيه غديرها انت وبنياتك، اجتمعوا بعضياتكم وقولوا ليهم حنا ليله الجمعه اجيو نصليو على النبي، صليوا على النبي، راه هذه واحد العباده عظيمه، راه مجموعه ديال الناس. انا اخاطب الان نفسي واخاطب جميع الاسر واخاطب جميع المستمعين الكرام، العباده العظيمه ديال الصلاه على النبي راه عباده عظيمه، راه مفتاح من مفاتيح الفرج. ربي عز وجل حينما خلق هذه الدنيا جعل فيها الخير وجعل فيها الشر، جعل الشده وجعل الرخاء، جعل الصحه والعافيه وجعل المرض، كاين هذا وكاين ذاك. وقال لنا يلا عموا بحركم، ملي كنعموا بحرنا باش يختبرنا الله تعالى مقدار الصبر ومقدار القوه الايمانيه، كاين اللي كيضعف وكاين اللي كيكونوا الامواج والتيارات اقوى منه. في هذه الحاله نستعين بماذا؟ نستعين بالله تعالى. ربي عز وجل اعطانا مفاتيح، عده مفاتيح ممكن بها نقاوم الشده غتعود رخاء، ونقاوم المرض غيعود صحه وعافيه، نقاوم الفقر ويعود غنى وعفاف وكفاف، غنقاوم كل شده وتعود الحمد لله كرامه وخيرات وبركات. من بين هذه المفاتيح مفتاح الصلاه على رسول الله. ما نسواش ايها الاحباب خصوصا هذه الليله المباركه ليله الجمعه اللي الله تعالى يرد فيها الروح الطاهره على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما نكثر من الصلاه والتسليم عليه تبلغ صلاتنا باسمائنا واسماء امهاتنا وابائنا، فيرد علينا السلام فيشفع لنا في الدنيا قبل الاخره، وغتلقى بان حياتك غتعود فيها طيبوبه وفرحه وسعاده وكرامه وعزه، والله عمرك ما تخص، والله عمرك ما تحزن، والله عمرك ما تغلب، والله عمر الباب يتسد عليك. استعمل هذه الصلاه على رسول الله وغتشوف السر ديالها. نعلموا انفسنا ولوليداتنا ولبنياتنا. لاله اسماء جمعي بنياتك وقل لهم جميعا اجيو نصليو على النبي، وربي سبحانه وتعالى غيملأ قلوبنا وقلوبكم بالافراح والمسرات، وبيوتنا وبيوتكم بالعزه والكرامه والفضل العظيم. هيا بنا جميعا نصلي على محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا خيرة خلق الله، ألف صلاة وألف سلام عليك
وعلى آلك وأصحابك وأزواجك أجمعين يا رسول الله، أنت المقدم في كل مقام وبك حصل الختم يا خير الأنام. فاللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم بحق قولك إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على أكرم نبي وأعظم رسول، من جاهه مقبول ومحبه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاة تشفي من الأسقام والنخول والأمراض والذبول، صلاة ننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول. اللهم صل وسلم على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال وسر القبول، أصل الكمال وباب الوصول، صلاة جلال تدوم وتدوم ولا تزول. اللهم يا رب يا كريم، صل على محمد الرحمة المهدات، العالي القدر، العظيم الجاه، الحبيب البشير، الشفيع النذير، صل عليه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة الدوام، على مر الليالي والأيام متصلة الدوام، لا انقضاء لها ولا انصرام، على مر الليالي والأيام. اللهم صل عليه، على حبيبنا محمد وشفيعنا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفد به حكمك في برك وبحرك وفي سائر خلقك. اللهم يا رب يا كريم، صل عليه وعلى آله وصحبه، وألحقنا بخلقه، وأدبنا بأدبه، وأحيي فينا وفي أمته هذه المعاني الطيبة الكريمة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب يا كريم، كل من كان مريض، وكل من كان سقيم، وكل من كان عليل، نتوسل إليك يا رب بالصلاة على رسول الله أن تشافي كل مريض، وتشافي كل عليل، وتشافي كل سقيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. يا رب بفضل الصلاة على رسول الله شافي منا كل مريض وكل سقيم. اللهم يا رب يا كريم، كل من عنده كرب وعنده شدة، اللهم إنا نتوسل إليك بالصلاة على رسول الله أن تفرج همومنا أجمعين، وتنفس كروبنا أجمعين، وتقضي عنا الدين أجمعين يا رب العالمين. فاللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكراب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا.
اللهم صل عليه صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم يا ربي يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا فتاح يا عليم، كل من كان منا حزينا أو مهموما أو كان يا رب يا كريم يعاني من المصائب ومن الويلات، أو كان يا رب يا كريم يعاني من العوارض والموانع، اللهم إنا نتوسل إليك بالصلاة على رسول الله. اللهم يا رب أن تفتح لنا أبواب التيسير، وتفتح لنا أبواب الفرج، وتفتح لنا أبواب الخيرات في كل مكان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نتوسل إليك بقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا ودود، يا أكرم الأكرمين، صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والطف بنا جميعا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كل من عنده حاجة في هذه الساعة المباركة نتوسل إليك بالصلاة على رسول الله أن تقضيها له يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، كل من يريد الأولاد والإنجاب، اللهم ارزقهم الذرية الطيبة، اللهم ارزقهم الذرية الطيبة، اللهم ارزقهم الذكور والإناث، اللهم عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. وكل من يريد الزواج، اللهم يسر له أمره، اللهم ارفع عنهم الموانع وارزقهم القبول، واختر لهم من عندك فإنهم لا يحسنون الاختيار، ودبر لهم من عندك فإنهم لا يحسنون التدبير. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل من كان في دراسته وعمله، اللهم وفقنا وإياهم أجمعين، اجعل كل عسير علينا سهلا يسيرا، وبارك لنا في كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا كريم، ألف بين الأزواج والزوجات، وألف ما بين الآباء والأبناء، وألف بين الإخوة الأشقاء، وألف ما بين الجيران وأحبابهم أجمعين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، وسبقت به مشيئتك، وصل عليه يا رب صلاة دائمة بدوامك، باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الآبدين، أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديمومته. صل عليه وعلى آله وصحبه، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر
إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.